السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم كاملين في حلقة جديدة من حلقات أستروتوك اللي هما عبارة على مجموعة ديال المحاضرات اللي كنديروهم اللي كيتعلقوا بمجال علوم الفلك والفضاء. نستضيف هذه الأمسية واحد الشخصية متميزة جدا اللي هو الأستاذ ديالنا عبد الرحمن إبهي، اللي هو أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر، وحاصل على شهادة الدكتوراه الفرنسية بباريس، كذلك حاصل على دكتوراه الدولة بجامعة ابن زهر في علم البراكين. كذلك الأستاذ عبد الرحمن إبي هو خبير النيازك المغربي ورئيس نادي علم الفلك بجامعة ابن زهر. الأستاذ عبد الرحمن إبي كذلك هو مؤسس ومسؤول عن المتحف الجامعي للنيازك، وهو أول متحف خاص بالنيازك في إفريقيا والعالم العربي، وكذلك يشغل منصب مسؤول عن المختبر العلمي لدراسة البلورات والنيازك بجامعة ابن زهر. كذلك الأستاذ عبد الرحمن إبي هو عضو في المنظمة الدولية للشهب، ثم ناشر العديد من الكتب حول النيازك والأفلام الوثائقية والدولية، صاحب أكبر مجموعة خاصة بالنيازك، ثم حاصل على جائزة البحث العلمي بجامعة ابن زهر. سجل يعني مليء جدا وحافل جدا من الإنجازات. مرحبا بك الأستاذ عبد الرحمن إبهي معنا في هذا اللايف. مرحبا مرحبا، شكرا شكرا سي محمد أمين. شكرا جزيلا على الدعوة، شكرا الحقيقة جزيلا على وين، كنفتخر، شكرا جزيلا على قبول الدعوة كنشكرك ديالك معنا. بزاف. مرحبا مرحبا أخي، كنشكرك دابوغ على المجهودات اللي كدير في الثقافة العلمية. أنت من الناس اللي في المغرب خداو على عاتقهم الثقافه العلميه، وتبعتك شحال من مره، تبعتك داكشي تبارك الله عليك مزيان. كنشكرك لان فتحتي لي واحد النافذه باش ندوي مع الاخوان ومع الشباب على حول النيازك، فشكرا جزيلا السيد محمد امين. شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن ابهي، انت اللي كيستحق الشكر وانت الاجدر به، وشرف كبير لنا انك تكون حاضر معنا في برنامج استرو توك اللي من خلاله غادي نناقش واحد الموضوع اللي مثير للجدل وموضوع مهم جدا، ربما سينفع الشباب وسينفع جميع المتابعين والمشاهدين اللي حاضرين معنا في هذه الامسيه هذه. بغيناكم انكم تبارطاجيو معنا هذا اللايف كاملين، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كل شيء يستافد وكل شيء يتعلم. وطبعا اكيد عندكم مجموعه ديال الاسئله غادي نحاولوا نجمع ان شاء الله باش نطرحوها على الاستاذ عبد الرحمن ابهي في الاخير ديال المحاضره. استاذ عبد الرحمن ابهي ما غاديش نعطلوك، ولكن غادي نعطيك الكلمه الان باش تبدا المداخله ديالك اللي هي محاضره يعني متميزه جدا، كتاخذ العنوان ديال ميتيوريت اوبجي دو فاسيناسيون اي دانكيتود، عنوان مثير للجدل، عنوان رائع. كنتمنى ان شاء الله غادي نستمتعوا، وكذلك وطبعا اكيد غادي نستمتعوا بجميع المحاور ديال هذه المحاضره. لك الكلمه، المشاهدين كيتسناو كل المعلومات اللي غتعطيهم لنا هذه الامسيه. تفضل. شكرا. الوغ كما قلتي النيازك اوبجي دو فاسيناسيون اي دانكيتود، لان النيازك هي في الحقيقه كتير الاعجاب للناس. اذا كانت صغيره كانوا لي زيتوال فيلونت كانوا سميتو، ولكن اذا كانت كبيره كدير مشاكل. فهذا هي المحاضره اللي غادي نديرو اليوم. غير هي المحاضره هي غير غنسلط الضوء على بزاف النقاط، من النيزك الصغير حتى النيزك الكبير. المهم عندي هما الاسئله، اي شخص عنده شي سؤال في علم فلك حول النيازك ما يبخلش، نحاولوا نديروا نقاش على هذه القضيه باش نفهموا كل شيء اللي على النيازك المغربيه. الو نبداو، غنبداو بالتاريخ، شويه ديال التاريخ على النيازك. اول نيزك تلقى على سطح الارض فهو نيزك تلقى في اليابان، سميتو نيزك نوغاتا. هو ستون كوندغيت اوردينير دو ال 6، ال هو زعما الحديد فيه مويل الحديد. تلقى في اليابان، وتلقى في واحد المكان ان سانكتوير، واحد المكان ديال العباده ديال الجابوني، ومعاه واحد الانسكريبسيون مكتوب بانه شافوه طاح نهار 19 ماي 861. اذا اول نيزك معاه مكتوب عليه الوقت اللي طاح تلقى في الجابون في واحد الميليو ديال العباده. اذا هذا اكيد بان الناس ديال العباده هما اللي خداو، الناس المكلفين بهذاك السانكتوير شافوه طاح وهزوه وحطوه في هذا المكان باش يحافظوا عليه
في هذا المكان مقدس بالنسبة لهم هما. ثاني نيزك اللي غندوا عليه في تاريخ النيازك هما كاينين بزاف. إذا كاين كتب مكتوبين على تاريخ النيازك وداكشي حنا ما غناخذوش الوقت بزاف، ناخذوا جوج دو زيكزامبل صافي. واحد النيزك طاح نهار 7 نوفمبر 1492 بين 11 و12 ديال النهار في الألزاس. الألزاس هو الشمال شرق ديال فرنسا، فيه 127 كيلو. هذا عنده واحد القصة غريبة. هذا النيزك هذا طاح في الألزاس، وماكسيميليون برومييه هو الملك ديك الساعة ديال لوتريش، ولا امبرور ديال لو رومان جيرمانيك، باغي ياخذ هاد الألزاس، باغي يسترجع هاد الألزاس، وكان خايف باش اللي يخسر هاد الحرب قدام الملك ديال فرنسا. ديك الوقت كان شاغل 8. ففاش طاح هاد النيزك كل شيء دوك الناس اللي معاه قالوا ليه بلا هذا راه سين ديفان، واحد رساله من عند الله باش ندخلوا الحرب وغادي نربحوا الحرب. وايفيكتيفمون دخل الحرب وربحها وخدا الالزاس، ولات الالزاس ديالو، ولا واخدينها رساله من عند الله، رساله من السماء. فاش دار؟ خدا واحد جوج دو فراغمون، واحد جوج طريفات منهم، واحد خداه هو وواحد عطاه لارشيدوك ديال لوتريش، وامر باش هاد النيزك هذا يتعلق بالسناسل وسط اكبر كنيسه عندهم، اونسينسين، كاينه في اونسينسين شمال شرق فرنسا دابا قبل كانت عندهم. فتعلقات تما ولاو كيجيو الالاف ديال الناس كيجيو يشوفوا هذاك النيزك رساله من عند الله، هكا كانوا تياخذوه بكري. اذا الناس القدماء غير اما الناس ديال الدين ولا الناس العاديين خداو هذه الفكره ديال الحجر كيطيح من السماء ببساطه، وخداو بانه هو رساله، واحتضنوه وداروه في بلاصات مقدسه وداكشي. العلماء كانواش متفقين على هذه القضيه، قالوا لا ما كاينش الحجر كيطيح من السماء، هذاك غير الحجر ديال الارض كتضربوا صاعقه، ولا الغبار كيتجمع في السماء وكيطيح بحال الغريل بحال التبروري ولا بحال ميتيوكريو ولا شي حاجه، ولا هذوك براكين قنابل بركانيه. كنعرفوا بان البراكين كاينه براكين انفجاريه كتلوح قنابل تقدر تدوز من دوله لدوله، هذوك القنابل. العلماء ما كانوش متفقين نهائيا بان الحجر كيطيح من السماء، خصنا نتسناو حتى الحجره اللي طاحت سميتها بيغ دو تونير ولا لا ميتيو دو ليغل، طاحت نهار 3 ماي 1803 مع الوحده النهار. والسيد جون باتيست بيو هو اللي تكلف بالدراسه ديالها، دار دراسه معمقه، اول مره كدار دراسه كامله في البيترولوجي مينيرالوجي كلشي، حتى كتشوفوه في هنا في لا ديابوزيتيف كاينه لا كارت ديال ليغل، ودار واحد ليليب سويد تيوري فين لقى النيازك. هي سيتون بلوي دو ميتيوريت، حيت النيزك كاين اللي كيدخل لاتموسفير كيدخل بلا مشاكل، نعم كيطيح اما طرف واحد ولا جوج، كاين اللي كيلقى مشاكل تيكون هو ديجا متصدع، اذا فاش كيدخل كينفجر وكيولا باش يطيح لنا نيزك واحد كيطيحوا الالاف ديال النيازك، كتسمى بلوي دو ميتيوريت، الشتاء ديال النيازك. نعم فكانت الشتاء ديال النيازك، فدار داك اللي لبس سويد قادو كله، اول مره كيديرها، اول واحد مره كيدير بان في الخريطه كنديروا داك اللي لبس سويد كنعرفوه، هذا ولا مهم عندنا ولينا كنديروه دابا باش نعرفوا كيفاش النيزك دخل الاتموسفير وكيفاش طاح في الارض، باش يعطينا فكره على المدار ديال النيزك. فكاينين الناس قبل منه، ومن بعد فاش دار هاد الدراسه كتب واحد المقال، ومن تما صافي كاع العلماء لا كوميتي سيونتيفيك زون اكسبتي بان كاين لي ميتيوريت كي طومب دو سيل، ولا الحجر كيطيح من الارض. العلماء كلهم اتفقوا بان سي فري كاين الحجر كيطيح من الارض. كاين شلاديني قبل منه حتى هو دار النيازك، ولكن ما قدرش يقنع، بيو هو اللي يقنع. شلاديني خدم بزاف النيازك، خدم داك النيازك ديال ماكسيميليون شناغويلا حتى هو خدم عليه، وخدم على واحد النيازك جابو بيير سيمون دو بالاس، جابو من بي دي تارتار. تارتار كانوا هي لا شين دابا، هي الصين اكتوالمون. شافوا واحد النيزك كبير ديال 700 كيلو طاح تما، مشى هذا دو بالاس، مشى جابو لفرنسا،
وشلاديني دار لي تحاليل وعطانا واحد الملاحظه مهمه جدا، قال بان النيازك فيهم نيكل، فيهم واحد الاليمون شيميك، واحد العضو كيميائي النيكل كاين في النيازك. وفيكتيب مول حد الان كنقلبوا على النيكل، بغينا نشوفوا واش النيازك، كنقلبوا على النيكل. غير هو هاد شلاديني دار اخطاء منهم، كان مع واحد جروب ديال المجموعه ديال العلماء اسميتهم ليوناريست. هاد ليوناريست هما القمر، فاش كنشوفوا القمر فيه بزاف الفوهات، تمام، الاف ديال الفوهات، وكانوا هما كيصحابوش فوهات بركانيه، وقالوا بان كاع النيازك اللي كيطيحوا في الارض هما راهما قنابل كيجيو من دوك الفوهات النيزكيه ديال القمر. والقمر ما فيش البراكين، في براكين صغيره وقلال، في واحد الدوم بازالتيك اللي فيه واحد، ولكن طفى هذا مليون عام باش طافي، ما خدامش. اذا داروا خطا، هما ما كانوش كيعرفوا بان هذوك لي كراتير سو سون دي كراتير دامباكت، سو با دي كراتير بركانيك، بانهما هذوك حفر نيزكيه وماشي حفر بركانيه، وكانوا كيقولوا بان البراكين كده. اذا بيو هو اللي بدل الراي للعلماء كاملين، ولاو كيقولوا بان الحجر كيطيح من السماء. الوغ دابا كلشي متفق بان الحجر كيطيح من السماء، صافي ما بقاش مشكل، قليل كاين لي ريزيستون، ميم كاينين بعدين وحدين مثقفين تيقول لك لا، ولكن اكثريه صافي اتفقنا بان كاين الحجر كيطيح من السماء. غادي نكلاسيهم على حسب لاطاي ديالهم، الحجم ديالهم. اذا كان الحجره ديال النيزك قل من مليمتر كنسميوها ميكروميتيوريت، نيازك صغيره جدا ميكروميتيوريت. علاش واحد مليمتر؟ لان داك واحد مليمتر هو الحد ديال العين المجرده، باش نقدروا نديروا دراسه بالعين المجرده 1 مليمتر. واذا كان النيزك فيه بين 1 مليمتر و10 متر كنسميوه نيزك، 10 متر، من 10 متر لتحت كنسميوه نيزك، واذا كان فايت 10 متر غادي نسميوه استيرويد، استيرويد ولا كوميت. استيرويد حجري والكوميت هو لا غلاس، كيجي من بعيد، غنشوفوا من بعد. علاش خدينا 10 متر؟ لان من 10 متر النيزك كيولي يدير اون كاتاستروف لوكال. دابا كاين ثلاث انواع ديال لي كاتاستروف ديال الكوارث، كاينه كارثه لوكال محليه، كاين كارثه ريجيونال، وكاينه كارثه بلانيتير. 10 متر صافي كوكبيه، كيولى 10 متر بالفوق كيولي يدير لنا هذاك الشيء، علاش عطينا هاد لا ليميت ديال 10 متر. الو قبل ما نعرفوا ندوي شويه على النيازك، غادي نرجعوا شويه لاسترونومي باش نعرفوا منين كيجيو وكيفاش كيوصلوا لنا الارض. الو هنا في هذا الدياپوزيتيف درت واحد القطعه ديال لونيفير ديال الكون. فاش كيشوفوه الناس كنسولهم تقول لك نجوم، هما ماشي نجوم، هادو مئات الملايير ديال النجوم، بعض المرات الالاف ديال الملايير ديال النجوم كيتجمعوا وكنسميهم جالاكسي. جالاكسي الجالاكسي اللي ساكنين فيها هي لاكتي، نعم، المجره اللي ساكنين فيها بالفرنسيه درب التبانه، بالعربيه درب التبانه، نعم، وبالانجلي ويلكيمي ميلكي واي، ولا كيسميوها اسيف الاثران، ياك؟ تماما على درايه. هاد اسيف الاثران كتعجبني بزاف، وكنحيي واحد الاستاذ زعما كنشد على يديه، حميد توما، استروفيزيسيان في جامعه محمد الخامس، فهو اللي وحكت انا وياه واحد المحاضره في 2006 في قلميم، وسمعته قال هاد اسيف نيتران، وبديت كنقول ديما اسيف نيتران مهمه جدا. الوغ فاش كنشوفوا اسيف نيتران سي اون جالاكسي سبيرال، حلزونيه، نعم. فاش كنشوفوا في هاد الغاميفيكاسيون هنا كنلقاو واحد الشمس صغيره، تمام، دونك نان، اون ايطوال نان جون صفراء، واللون كيعطينا السين ديالها، اللون مهم. فاش كنشوفوا السماء في الليل ان شاء الله فاش يطيح الظلام وخرجوا شوفوا النجوم، غادي تلقاو نجوم بيضاء زرقاء، نجوم صفراء، ونجوم حمراء. النجم ديالنا حنا الشمس نجم صفر، لانه علاش؟ في الاول كان زرق، كان مجهد و تري تري شود، لا اون ايطوال تري شود زرقاء، دوزات 4 المليار و 600 مليون عام، دوك دوزات النص ولات صفراء، باقي ليها 4 المليار و 500 مليون عام غتولى حمراء، وغتولى جيونت كبيره وحمراء، وما بقاش فيها بزاف الهيدروجين،
لان الموتور ديالها هو الهيدروجين كيولا هيليوم وغيولا فيها شويه الحديد شويه هذا غادي الفاس سيفوندر سوغ الماء وغادي دير واحد الانفجار. اذا كان النجم كبير تيكون انفجار عظيم تيكون سوبر نوفا المستعد اعظم فوالا. ولا اذا كانت نجم صغير بحال ديالنا غتكون نوفا. تمام هذيك النوفا غتطلق واحد لي زوند لي زوند دو شوك وي دبدبات في الـ في الـ في الـ في اليونيفير وهذوك غادي يبداو يتبروبوجاو يتبروبوجاو في 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 الكون. واذا لقاو واحد نيبولوز نيبولوز شنو هي سليم غبار مع الغاز مجموعين تان بروتو ايطوال كتجمع باش تكون باش تعطينا نجم غادي داك لي زوند دو شوك غادي كومبريميوها غادي يضغطوها وغادي يشعلوا داك النجم الوسط. وهكاك فاش كيموت نجم كيشعل معاه نجم ولا جوج ولا ثلاثه. الله بغى بان اي نجم مات كيشعل معاه النجوم اللي حداه اذا لقى دي نيبولوز حداه. تمام الوغ شفنا النجم ديالنا كاينين دايرين به لي بلانيت كواكب. بزاف طلبه كنسول تيقول لها تسعود الكواكب ما بقاوش تسعود الكواكب ولاو غير 8. من 2006 الجمعيه العالميه ديال الاسترونومي حيدوا بليتون كان الاخر هنايا بليتون حيدوه من 2006 ولا اون بلانيت نين كوكب قزم ولاو عندنا غير 8 الكواكب الشمس 4 الكواكب صخريه صغيره صلبه و 4 الكواكب كبيره غازيه متجمده. علاش متجمده؟ لان بين مارس وجوبيتر كاين واحد خط لندوجيل خط جليد من وراه كل شيء بعدنا على الشمس بزاف كل شيء جليدي. اذا 4 الكواكب دوك كيتسمى سيستم انترن الى فورمي با 4 بلانيت توليريك روشوز غولاتيفمون سي بين ما جوبيتر ومارس كاينه واحد انا تنقول كويكب ما قدرش يتجمع كل شيء نعم. الكواكب قبل كانوا هكا كانوا غبار وتجمعوا ولاو دي كوندغ ولاو حجر ولاو دي زاستيرويد كويكبات عاد ولاو كواكب. هذا ما قدرش يتجمع لان حدا هنا هذا الكوكب هذا جا حدا جوبيتر هنا كيدير 400 مره الارض دونك يعطي لي فورس غرافيتاسيونيل واحد الجاذبيه كبيره ومع كل شيء كيدور حول الشمس ما خلاش الكوكب يتجمع وبقى على شكل استيرويد كويكبات من بعد السنتيمترات حتى المئات الالاف الكيلومترات الكبير فيهم هو سيريس. اذا الكويكبات ملي كيجيو كيجيو من هذا الحزام لا سانتور برينسيبال دو دو داستيرويد حزام الكويكبات كاين بين مارس او جوبيتر. لي كوميت لا لو كوميت كيجيو لنا واحد الحزام من ورا بليتون حزام دو كويبر وفيه مع قلت لك بعيد على الشمس بزاف الماء كيتجمد وما خليط بالغبار وبحجاره كنسميوه غلاس سال. اما الغبار تيغلب على لاغلاس ولا لاغلاس تغلب على الغبار على حسب كاينين الناس مختصين في هاد لي كوميت كيكلاسيوهم على حسب هذا. اذا شنو هما لي كوميت باش ما نخلطوش بين لي زاستيرويد ولي كوميت. لي زاستيرويد يكونوا اما حجريين ولا حديديين لي كوميت غلاس ماء متجمد مع الغبار ولكن بجوجهم خطيرين بجوجهم اذا طاحوا على الارض كيديروا ميم افي. الوغ شلنا بان في الحزام ديال الكويكبات كاينين الاف ديال الكويكبات الاف ديال الكويكبات اش غادي يوقع؟ غادي يوقع اصطدامات بين هاد الكويكبات. الوغ اصطدامات ديال جوج اوبجي سوليد واحد دايرين متحجرين اش غايديروا لنا؟ غايطلقوا الشظايا كيطلقوا الشظايا كثيره لانه كيتساطحوا لان واحد السرعه قويه غنشوفوها من بعد كيطلقوا شظايا. كاينين جوج طرق غير اما هذوك الشظايا اللي طلقوا بهذاك الاصطدام غير اما غادي يمشيو مباشره الارض غادي يعطيونا نيازك جايه من الكويكبات. نعم ما جاتكم الصوره؟ لا جات كنشوفوا واحد الصوره فيها فواياج دي ميتيوريت فوالا. دونك الصدام كاين دوك الشظايا غيمشي نيشان مع هاد لافليش غادي يعطينا ميتيوريت استيرويدال ولا داك الشظايا اللي نباتقوا على داك الصدام غادي يمشيو يتصطدموا مع القمر ولا المريخ وغادي يحيدوا منه واحد شظايا وغتمشي
غتمشي للارض في هذه المرحله الثانيه غيولى عندنا نيزك مريخي او قمري. نعم. الناس كيتسائلوا ملي كيجيو النيازك هذه هي احسن طريقه للشرح. كاينين اصطدامات في الحزام كويكبات، اما يجيني شان الارض كيعطينا نيازك من الكويكبات، ولا كيمشي يصطدم على القمر وهذا كيتحيد منه واحد جيكتا وكتجي عندنا الارض كيعطينا نيزك قمري او مريخي. حنا اش غنشوفوا في السماء؟ واحد الفينومين غابيد، غنشوفوا النار كدوز السماء، لان واحد الفيتاس غنقولوها مازال فيتاس كبيره باش كيدوز، كتبان لينا غير العافيه ديزا في السماء. غير اما اذا كان عندنا واحد داك الليجيكتا داك اللي دخل الحجره اللي دخلات الغلاف الجوي مع احتكاك مع الغلاف الجوي ومع لينيوزاسيون هذاك قدامها تيكون داك الكومبريسيون ديال الهواء كيولا لينيوزاسيون كيتلقاو لي زيلكترون كيولا عافيه. اذا كانت عندنا حجيره صغيره كيلكو مليمتر ولا سميتو كيلكو غرام غتعطينا ايطوال فيلونت. ايطوال فيلونت يكون زوين ما فيه حتى مشكل، ولكن اكثريه ما كيوصل والو للارض. اذا كان فيها من 10 كيلو حتى 100 كيلو غتعطينا فايربول، غتعطينا كره ناريه. هذيك الكره الناريه هي اللي كتحط لنا الميتيوريت. هذيك الكره الناريه اللي كنشوفوا بزاف في المغرب وكتحط لنا في الاخر كنلقاو كيلكو كيلو ديال الميتيوريت مزيانه للعلماء كيجيبوا لنا باش ندرسوا عليهم وداك الشيء. ولا اذا كان داك الشيء كبير بزاف غتولي عندنا بوليد، والبوليد خطير جدا. اذا دخل بوليد للغلاف الجوي غادي يكون خطير جدا. يعني واش البوليد هي صخره اكبر من 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 الفاير بول؟ واش هي اكبر؟ كبيره عليها بزاف. كبيره. عندي واحد السؤال استاذ عبد الرحمن، يعني حنا بعض المرات فاش كنشوفوا مثلا شي ايطوال فيلونت، يعني مثلا هما كيكونوا فيهم الوان، مرات كنشوفوهم خضرين، مرات صفرين، مرات كيكون اللون ديالهم يميل الى الابيض. واش هذا الامر كيعطينا شي مؤشرات معينه على الخطوره ديالهم؟ نعم، ماشي الخطوره، كتعطينا الخطوره كغير الحجم ديالهم. بوليد كيدير واحد الرعد بحال صوت قوي جدا امام وعافيه كثيره وما نقدوش نشوفوه بعينينا. بوليد خطير، باقي الانسان باقي ما عمره كان داز في روسيا، ولكن ماشي كبير، غندوي عليه ديال شينان بيكس غندوي عليه. هذيك الالوان حنا كتعطينا المواد المكونه ديال هذاك سميتو هذاك، اذا كان الصوديوم تيكون جون، اذا كان الالومنيوم تيكون، هذوك الالوان اللي كيبانوا كيعطيونا. هو فيه حقا في بزاف الشروحات، كيعطي الالوان وكيعطي حتى اذا واش بدا شي عيا، اذا بدا كيعيا كله كيبداو حمرين في الاخر، كيبداو زرقين غادي صفريه كيدير. ولكن كاينين الناس كيراقبوهم كيصورهم، ودوك الالوان كيعطيهم المكونات ديالهم منين مكون زيلمون شيمي كي بريدومين. الوغ شكون اللي كيلقى النيازك؟ هما الرحل. والرحل بزاف دابا مع هاد النيازك كيتبعوا، ولاو بزاف الناس هما لي زانتيرميديير بحال السماسره، هما تيسكنوا في المدن القرب ديال الصحراء وهما اللي كيديروا الانترميديير. اما الرحل ما عندهمش الضو، ما عندهمش كهرباء، دونك ما عندهمش تلفزيون، ما عندهمش لورديناتور، تيبقاو في الليل. الحاجه الوحيده اللي فيها الضو هي السما، كيبقاو يشوفوا السما. داكشي علاش الرحال، دوك الرحال القدام اللي كدخل عندهم الصحراء داخل، تيكونوا قويين في علم الفلك، داك علم الفلك القديم. درت معاهم واحد الفيلم ان شاء الله غادي يدوز في الجزيره، قويين جدا، عندهم واحد الافكار زوينه في علم الفلك على علم الفلك القديم. فاش كيشوفوا السما في الليل اذا طاح شي كره ناريه كيبحثوا عليها، كيتصلوا بنا كنمشيو عندهم حنايا كنشوفوا اش عندهم، لان اكثريه يلا كيتعلموا، اذا كيهزوا حجره اخرى ما كيهزوهاش هي، ولا ما كيطيح والو غير صاعقه، اكثريه كتكون غير صاعقه وكيسحبوا واش هما واش نيزك. كنمشيو واذا لقيناها نيزك ديك الساعه كنديروا دراسه، كنحاولوا نجيو مع جروب ديالنا مع الطلبه ديالنا وداك الشيء. دوك هذه صوره كتبين كنمشيو عندهم، كيجيو عندنا واحد مجموعه ديال هاد الرحال كيخدموا معنا، ولا واحد الثقه ولا مزيان، دوك هما اللي كيعاونونا بزاف في الالتقاط ديال هاد النيازك. اذا باش نمشيو نوصلوا النيازك ماشي ساهل، اكثريه كنديروا لي شامو جمال، ولا لان النيازك كيطيح في اي بلاصه، فوق الجبال فوق الثلج فوق، ماشي بحال الجيولوجيا العاديه عندنا لاكارت كنديروا قبل في البيرو ديالنا، غنمشيو مع الطريق غنوصلوا غنحطوا الطوموبيل هنا غنهزوا، لا هنا خصك تمشي في ساع وخصك سميتو. دونك كنديروا بزاف الدرجات الناريه
وبزاف كديروا الجمال وداكشي باش نوصلوا البلاصه فين طاحت. وعندنا مجموعه ديال الاخوان اصدقاء ديالنا من اوروبا كنتعاونوا باش التحاليل. دابا ولينا كنقدروا نديروا التحاليل في المغرب، في الاول ما كانش كنقدروا التحاليل، انا باقي ما شفناش دوك لي زابطال. دابا ولينا كنديرهم، كاين عاونونا في التحاليل وداكشي، وتنكتبوا على اي نيزك طاح خصنا نكتبوا عليه. دور ديال ساينتيفيك اللي كيخدم عندنا يازيك، اي نيزك تلقاو اي نيزك طاح كنكتبوا عليه، وكنديروا تنديروا كاع داك نديروا ديك الحيتيات، كنديروا انكيت نتلاقوا مع الناس يشافوه وداكشي، نديروا ستريم فيد ديالو كيفاش طاح ونكتبوا عليه، وكنديروا ملتقيات دوليه. انا كنخدم بزاف مع جو سوي مومبر ديال لانترناسيونال ميتيور اورغانيزاسيون، منظمه العالميه للشهوب. كل عام كنتلاقاو في دوله وكنحاولوا كل واحد يعاود لنا اش وقع، كنصوب واحد الكتاب في الاخر تيخرج وكنديروا فيه كنلخصوا فيه كاع اش وقع في العالم الشهوب، كيفاش نيزيك تعرفوا اش منا وهذا وهذا. سيت اون سورت دو ديكلاراسيون، انا عجبتني هذه الديكلاراسيون هذه، تخدم معاهم دابا سنين، وانا تخدم معاهم من 2011 وانا تخدم معاهم، فمزيانه. دوك تلقى نيزيك ديالنا مكتوب عليهم، اي نيزك تلقى عليه المعلومات كامله. اذا اي واحد باغي المعلومات عن نيزيك سواء ديال العالم كامل، لان هي منظمه دوليه، كيدخل لهذا لو سيت ديالهم انترناسيونال ميتال اورغانيزيشن وغادي يلقى كلش المعلومات. شكون النيزك باش نلقاهو؟ ماشي ساهل، لان اذا خاصك اقوى اول نيزك تلقى في لو بول سود، في لونتاركتيك لو بول سود، واحد لي انجينيور جابوني كانوا تيقلبوا على البترول ولقاو حجر اسود فوق الجليد. فاش داروا لي التحاليل لقاو بان نيزك. اذا ولات يقولوا كل شيء الدول المتقدمه داروا دي ستاسيون تما في لونتاركتيك وحتى في البول نور، ولاو تيقلبوا على نيزك تما. 1999 واحد الاصدقاء نيت معايا في ديك المنظمه، وهما مشاو، هما اصدقاء ايطاليين وفرنسيين، مشاو لدار الغني في ليبيا، دار الغني في ليبيا، ولقاو واحد الحجره كحله وسط الحجر بيض. هذه الصوره هذه مكتوبه فيها دار الغني ليبيا، نعم، كل الحجر بيض هي كحله. فاش داروا التحاليل لقاوها بانها نيزك. اذا مهم جدا لونتاركتيك، خصك الطياره والكليما صعيبه بزاف، ناقص 50 اما الصحراء زوينه، عرفتي السياحه، الناس مضيافين وسهله وتلقى. اذا كاع الناس دابا اللي كيبحثوا على النيازك ولاو كيبحثوا عليهم في الصحراء الجافه، كاين لو ديزير فخوا ولو ديزير شو. دونك الناس اكثريه دابا ولاو كيديروا في الصحراء الحاره، ما بقاش كيمشيو للصحراء الرطبه، لان صعيب باش تمشي ليها وكتطلب بزاف المجهودات الماديه والمعنويه. غابيدمون الناس اللي بغاو معنا بغاو يعرفوا النيازك، كاينين بزاف الحوايج باش نعرفوا النيازك. غادي نقول لكم غير الحوايج اللي تقدروا تشوفوهم نتوما وساهلين. كاينين الحوايج كنشوفوهم في التيرها، باقين في الصحراء، يعني واش نهزوها نجيبوها ولا ما نجيبوهاش. كاينين التحاليل عندنا في المختبر، كنديروا دابا تحاليل، وكاينين شي تحاليل وحده كثيره كبيره علينا كنصيفطوا لاوروبا ولا شي حاجه. اول حاجه اللي بغى يقلب على النيازك، عندهم النيازك كلهم عندهم لا كرو دو فيزيون، كتشوفوا هذه الصوره الاولى. نعم، ماشي كيبان كيخصو ولا لا؟ نعم كنشوفو. كاينه الحجره اللي غريز ودايره بواحد الغشاء اسود، يعني قشره الاحتراق ربما بالعربيه، ياك؟ ها؟ قشره الاحتراق، كود دو فيزيون. فوالا، قشره الاحتراق ولا قشره الانصهار؟ قشره الانصهار. دونك مهمه جدا. هذه اللي شي واحد في الصحراء ولقى حجره في هذه القشره من الداخل، حجره غير اللون ديالها ماشي كحل، يحتفظ بها. غير هي باش تعقد الامور، كاينه حتى لا باتين دو ديزير، كاينه واحد كيسموها لا باتين دو ديزير. اذا لاحظتوا في الصحراء كلشي الحجر كحل، اذا هذاك المانغانيز مع السخونيه مع البروديه كيولى كيرد الحجره كحله. ولكن اذا كنتي شويه بديتي كتعلم غادي تفرق بيناتهم. الحاجه الثانيه لي غيك ماغليبت، الصوره الثانيه هما واحد لي غيك ماغليبت، هو بالكريك هي تغاس دو بوس، هاد ابهم ديالنا بحال درتيه في شي بات شي عجين، نعم، تيخلي واحد دي ديبرسيون، ياك؟ شتي عندها واحد، صحيح، واحد الفار بحال لي ديبرسيون. هادوك لي ديبرسيون فاش تدخل الغلاف الجوي كتحترق، هذاك الهواء كيسكلتيها كيبدا يحيد منها واحد الطريفات وكتولي دير لنا هذوك التجاعيد هكا. الحاجه الثالثه، اكثريه النيازك فيهم الحديد، اذا كيشد كيبون اتيغي ليمون، كيشدوا ليمون بالعربيه سميتو مغناطيس. مغناطيس، صحيح، مغناطيس كجر المغناطيس.
الحاجه الرابعه ومهمه جدا حتى هي، كاين واحد الكرات صغيورين كنشوفو بلا لب في الصحراء، كنشوفو كيبان لنا واحد الكويره صغيورين ما كاينش حشره ديال الارض هذوك الكويرات، هذاك هو الغبار الشمسي. هذوك الكويرات كنعرفو بان هذا السينكوندريت جات من الكويكبات، وهذاك هو الغبار الشمسي. فاش كنديروا ليه التحاليل كنلقاو عنده العمر ديال الشمس 4 مليار و600 مليون عام. هذوك الكويرات صغيورين هما لي كوندغ، وسمينا عليهم داك الحجر اللي فيهم هما لي كوندغيت، ها كنسميهم الكوندريت. كاين لا دونسيتي الكثافه، الحجر عند الحجر ديال الارض 2.7 حتى 2.8، اما النيازك تيقدروا يوصلوا حتى ل 8، كيفوتوا 8، اذا ثلاثه المرات ثقال على الارض على الحجر ديال الارض. كاين هذه شويه هاد مهمه جدا، هاد ديال فيغور ولدمانشتاتن، واحد الالماني دار بان كنعرفوا بان الحديد كاين في النيازك، وهذاك الحديد النيكل والحديد كاين واحد ليكس سوليسيون، واحد ايميسيبيليتي، بحال كتخلط الزيت مع الماء كيتباعدوا. فاش كيدير واحد كاينه بلاسيد، لاسيد خطير، هذا لاسيد كنديروا اسيد نيتريك، باختش بنادم يديروا خص يكون البلاصه مهويه مزيان، وكتخرج لنا هاد لي فيغور دو مانشتاتن. اذا خرج لنا هاد لي فيغور دو مانشتاتن صافي راه نيزك، نيزك هذا 100%، لان الحجر ديال الارض ما فيش هاد لي فيغور، اما فيغور دو مانشتاتن ولا دي لين دو نيومان، ولا تحاليل بسيطه كيخرج النيكل والفير كنعرفوا بانه هو راه نيزك. غندوي لكم دابا على بعض النيازك ديال المغرب اللي لقيناها في المغرب، غنديوش عندو شي ثلاثه ولا شي حاجه باش ناخذ فكره على النيازك ديال المغرب، بانهما راهما دو باسيونس اوبجي دو فاسيناسيون. اول نيزك غندوي عليه هو لو بلوز انسيان شوت، اقدم سقوط ديال النيزك عندنا في المغرب في دوار مغيله، دوار مغيله في 1932 اللي كتب عليه، حيت اي نيزك من القديم اي واحد لقى نيزك من ايامات بيو كيكتب عليه وكيديكلاري في شي اكاديمي سيونتيفيك، هكا كيبقى الحجره مع ديك الكتابه ديالو. اللي كتب عليه هو واحد كابيتان لارشير، ايامات الاستعمار الفرنسي كان داك كابيتان لارشير هو اللي شاف حتى هي الشتاء ديال النيازك، دونك 40 قطعه جمع حدا 4 كيلومتر على بني ملال، 4 كيلومتر على بني ملال في واحد الدوار سميتو دوار مغيله، دابا راه كاين في موزي ناسيونال ديستواغ ناتوريل ا باري، المتحف التاريخ الطبيعي في باريس الوطني. النيزك الثاني هو بلاك بيوتي، بلاك بيوتي هذا اسم ديال العشرة ديال الشهرة، أما الاسم العلمي هو نور ويست أفريكا 75-33 ولا 70-34، لأنه ديكلارا جوج مرات، ديكلارا جوج مرات، تلقى دخلة في 2011، دخلة في 2011، هي سيتيون بلوي دو ميتيوريت مارسيان ديال المريخ، مهمة جدا، مهمة جدا، لأن الإنسان ما باقي ما مشاش للمريخ، كيستعد ان شاء الله في 2030 غنمشيو للمريخ، غنمشيو للمريخ. اذا اي معلومه كتجينا من المريخ مهمه جدا، اي معلومه كما كانت ان غنصيفطوا الناس، اذا ما غاديش نضحيو بالناس على شي معلومات ما عندناش. العمر ديالها لقينا فيها الزيركون، واحد المينيرال تعرفوه اللي جالو بزاف، الزيركون صلب بزاف، عطانا داك الزيركون، عطانا العمر ديالو باش نلقاو العمر ساهل في الجيولوجي، الناس ديال الجيولوجي عارفين، حيت الناس اللي ما كيديروش جيولوجي كيجيهم نلقاو العمر كتجيهم شي حاجه صعيبه، اما هي سهله بزاف، واحد لا ماشين كتدخل فيها كتعطيك العمر ديال الحجره. 4.4 مليار 4 مليار و400 مليون عام. اذا اقدم حجره ديال النيازك ديال مارس هي هذه. لقينا الحجر ديال النيازك بزاف ديال مارس عندنا دابا شي 92، ولكن هذه هي اقدم وحده. يعني هذه صغر من الشمس تقريبا بشويه، حيت ديال الشمس 4.6 مليار سنه. قريبه، لان لا كل شيء تصوف 4 مليار و600 مليون، 4 مليار و550 مليون عام قد انا تنقول 4 مليار و600 باش نسابلي في بيك 4 مليار و550. دونك هذه اقدم حجره، اقدم حجره قدر تيشونتيونا من 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 مارس. اذا لقينا فيها بان 10 المرات الماء، كنا تنقولوا قبل ما تجينا هذه الحجره كنا تنقولوا بان راه مارس فيه الماء ولكن قليل ماشي بحال الارض. اوه لا، حتى هو كان فيه الماء بزاف، ما كيجري فيه ويدان وفيه بحار وفيه، وهذا الدليل بان تصوبات حجره فيها الماء بزاف. اصحاب لاسترو بيولوجي كاينين واحد العلماء كيحاولوا يشوفوا يبحثوا على الحياه خارج الارض ولا كيفاش تصوبات الحياه داخل الارض، اما اكزوبيولوجي قديم تسمى اكزوبيولوجي دابا كنسميهم استرو بيولوجي، لقاو في هذه الحجره دي ماكرو مولوكول دو كربون اورغانيك. ماكرو مولوكول هو جزيئات دي بوليمير ديال الماتير اورغانيك،
دونك لقينا في نيازك، لقينا السكر، لقينا ليزالكول، لقينا ليزاسيد اميني، لقينا مؤخرا تقريبا دابا شي 20 يوم في واحد مجله، اكبر مجله عندنا، اعظم مجله هي نيجر، لقاو فيها بروتيين. البروتيين راه صافي، راه لا دي ان لا غير صافي، راه بدات لا في، خصها تبدا لا في. اذا كنلقاو فيها واحد جزئيات ديال الحياه كاينه في كل شيء، كنظن بان كاينه في سيستم سولير كله، لان كنلقاوها في مدنبات، كنلقاوها في الاكثريه، كنلقاوها في الكويكبات، في نيازيك كربوني، نيازيك كربوني. مالوغوزمون هاد النيازيك تبع كربوني هو ديال مارس، وسنه هو كيتباع بانه هو راه كربوني. فزعما ما عندناش، انا ما عنديش في المتحف، سي دوماج، بحال هادو خصنا نبدا متحف يكون يضم جميع النيازيك ديال المغرب. النيزك الثالث هو تيسينت، ما كاينش شي تيسينت، هو اهم نيزك عندنا، كنسمي ميتيوريت فار، طاح نهار لحد 18 جويه 2011 في جوج الصباح. فتيسينت فاش كنت انا في تيسينت تما في المنطقه العسكريه، كانوا الناس قلال في الاول، عاد جاوا الناس كثار من بعد فاش عرفوه ديال مارس، وعرفتوا بان جا من حجر بركاني من مارس، وهو شناه طاح. دونك الخامس هذا ديال البلاك بيوتي، ما شناش طاح غير لقيناه، هذا لا، هذا شنا طاح، دونك ماشي كونتاميني، ومهم جدا، اهم نيزك. ما عنديش الوقت باش ندوي عليه بزاف، نعطيكم غير فكره، ماشي هذه السنه، السنه اللي قبل كنت في المتحف ديال فيان وقريت عليه ودست مع السيد اللي مكلف تما كونسيرفاتور ديال فيان داكشي. فكاين واحد المتحف، كاين كاع في المتاحف، كاع المتاحف الكبار شراو منه، شراو منه. كاينه واحد الجريده روسيه تبعت هاد النيزك كيفاش مشى من طاطا، مشى لباريس، مشى لتاكسون في امريكان، وقالت بان كاينين متاحف، كاين واحد المتحف دار الكريدي باش يشري تيسينت، باش يشري 1 كيلوغرام ديال تيسينت كاريمون، دار الكريدي. سي ميزيوم دي ستوار ناتورال، سي ميزيوم دي ستوار ناتورال، هو ان انسيان بالي، زعما ماشي متحف كبير، تيلمون شير، عندهم واحد الثمنات يكون باهظ، ولكن هذا هو المشكل. علاش نقول ان الثمن، ما خصناش كاسيونتيفيك، ما خصناش نبقى ندوي على الثمن، ولكن كنبغي نحسس الناس، لانه هو تيسينت راه عندنا هنا من داري لتيسينت راه 150 كيلومتر فول دوازو، راه نمشي الصباح نفطر داري ونتغدى تما بطاطا. ولكن مشى دابا تيسينت كلها مشات لبرا، ما بقاش عندنا باش نرجعوا شي تيسينت للمحترف في المغرب، خصنا بزاف الفلوس. فهمتيني يا محمد امين؟ نعم فهمت كل الاسف صراحه، لان امبوسيبل نمشي نشريو دابا من برا، تمشي لامريكا ولا تمشي سميتو تشري تيسينت، ما تقدر، ما نقدروش، لا الدوله لا حنا لا كلشي ما يقدرش يشري، غادي غالي بزاف علينا. اذا نحافظوا ولو على 200 غرام ولا 300 غرام ولا 500 غرام، يبقى في المغرب، يبقى واخا عند شخص عادي يبقى عنده، نهار يكون المتحف يحطوا فيه وديالو، غيكون في الاسم ديالو، حتى واحد ما ياخذوا ليه. دونك انا كنحسس الناس، لان كاين بعض النيازك ما نقدوش نرجعوهم للمغرب. اخر نيزك اللي غندوي عليه وكنسميه لونيك الوحيد، هو سميتو توا غرين بوتي، الجمال الاخضر، حتى هو هذا الجمال، هذا غير الاسم ديال الناس المتداولين، اما الاسم العلمي ديالو هي نور ويست افريكا 73 25. الناس اللي ما فهموش نور ويست افريكا، شمال شرق افريقيا، اسئله ان شاء الله نفسرها لكم. الوقت تلقاه في بير عباس بوجدور 2012، هذا النيزك هذا احنا ما شناش، مشى من بوجدور، مشى ديريكتومو لامريكا، دار لي واحد السيد تما باحث في نازا، دار ليه البحث ديالو، ولقاه بان جا من عطارد. واو. نيزك جا من عطارد، انا عرفتو، قريت الارتيكل ديالو وعرفتو كيفاش خدم، داكشي باش خدم مزيان، زعما دار المانغانيز سوغ مانيزيوم، مانغانيز سوغ الفيغ، هذوك لي زيليمون كيوريونا لا فيلياسيون دي روش ماغماتيك، ولقاه بان عنده اوند افينيتي مع عطارد. عقلتو في الاول فاش بدينا، قلنا النيازك كيجيو من القمر ولا كيجيو من المريخ، من المريخ ولا من الكويكبات. اول نيزك في العالم جاء من عطارد هو نيزك تلقى بوجدور في مدينه مغربيه، ومشى دابا كيتعرض في المتحف ديال يال في امريكا. هذا المتحف ديال يال كل عام كيصيفطوا لنا الطلبه ديال الماستر ديالهم، دابا 3 سنين متابعه كيصيفطوا لنا الطلبه ديالهم المتحف، كناقشوا وكنديروا، كندوزوا واحد النهار تتغداو في المتحف وداك الشيء، كندوزوا واحد النهار مزيان معاهم. ف هو في الحقيقه ماشي لا كوميتي سيونتيفيك، كلشي العلماء كلهم متفقين، سي ديسكسيون سيونتيفيك، ولكن اكثريه متفقين بانه هو من عطارد، ما جاش بلا من القمر لا من هذا،
من عطارد بزاف. علاش نقول لك مهم جدا السي محمد امين؟ لان نعم. هي عطارد كما كتعرف هو اول كوكب مجموعه شمسيه قريب للشمس. نعم قريب للشمس. اذا الحراره مرتفعه جدا، اذا كانت الحراره مرتفعه جدا الانسان ما غاديش يقدر يمشي تمايا، ما يقدرش يمشي. صحيح. حتى دوك الالات اللي غنمشيو بهم العطارد ما غاديش يتحملوا هذيك الحراره. اذا انا هذا كنسميه ستان اوبجي دو فاسيناسيون، انا كنسميه ستان كادو دو سيال للعلماء باش تمشي تيشونتيوني تاخذ واحد الجزء من عطارد بشحال الفلوس خاصك وما تقدرش. اون بليس ولادنا ولادنا ما يقدروش يمشيو. اذا بحال هذا ضعنا فيه زعما مشى دابا في امريكا وما عندوش اسم مغربي، عنده اسم ديال نور ويست افريكا صديق تونس الجزائر المغرب مالي وموريتانيا. اذا صافي امريكا اللي بغى يشوفو خصو يمشي لامريكا. النيزيك ماشي ديما صغيره، بارفو كتكون كبيره. اذا غندوزو لوتر كوتي انكيتود، فاش كتكون كبيره بحال هذا اللي لقاو في ارجنتين في 1892 كيوزن 37 طن. واو 37 طن ماشي سهله. وهذا الثاني 37 طن نيزك كبير. اذا اكبر نيزك تلقى على وجه الارض اسميته هوبا. هوبا تلقى في 1920 في ناميبيا. ناميبيا الوغ هو الكبير في اللي لقينا في جزء واحد، حيت كاين اللي طاحوا مشتين كاين اللي فيه الاطنان، ولكن جزء واحد ان سول مورسو كيوزن 60 طن. في الصوره قدامكم هذوك لي فريغ هوبا، اخوان هوبا، بغاو يحفروا باش يديروا الفونداسيون باش يبنيو. هما يلقاو في لا فيرم ديالهم، عندهم واحد الفيرما، بغاو يحفروا وهما يلقاو هذاك الطرف ديال الحديد فيه 60 طن. فاش داروا التحاليل لقاو بان نيزك. ودابا راه في واحد المتحف لواء الطلق سيال اوفير وديكلارا كوم ان مونيمون ناسيونال لو 15 مارس 1955، لانه صافي ولا تراث وطني. كيجيو الناس يشوفوه داكشي يشوفوه. الوغ كبير بزاف، تيولى خطير لان شتو قويلا قلت لكم الثقل ديالو كيدير 8 ثلاثه المرات الثقل ديال الارض اذا عقلتو ياك ثلاثه المرات. انه 8 غرام بار سنتيمتر كوب وكيجي بسرعه. عرفتي السرعه هذه باش كيجي النيزك ولا الكويكب هي 40 كيلومتر سكوند. 40 كيلومتر سكوند هي 144 الف كيلومتر في الساعه، يعني اكثر بالسرعه اللي كياخذها الصاروخ باش يطلع. هي السرعه ديال الصاروخ، حيت الصاروخ كيطلع ب 11.2 كيلومتر بار سكوند، كتسمى فيتاس دو ليبراسيون، يعني السرعه اللي كيهرب بها من الجاذبيه. يعني هذا النيزك بسرعه اكبر. 10 كيلومتر سكوند هي سي فري، هذا 40 كيلومتر سكوند هي 140 الف كيلومتر بار اور. الوغ 140 الف كيلومتر اذا بغيتوا قبل هذه 40 كيلومتر باش كيتحرك هو ياك. محمد ياسين عارف بان الارض كتحرك، كتدور حول نفسها وكتدور حول الشمس طبعا، كتدور حول الشمس بواحد السرعه 30 كيلومتر سكوند. صحيح. كنسافروا حنا مسافرين 100 كيلومتر في الساعه باش كنسافروا. ما كنحسوش بها. هذا تا هو اذا بغيتو نطرحوا في الاسئله نطرحوا فيها 100 كيلومتر في الساعه باش غادا. الوغ فاش كيجي النيزك وكيجي من وراء الارض، تيبغي يشد الارض من الوراء، اشنا هي السرعه؟ هي 40 ناقص 30 هي 10 كيلومتر في الساعة في السكوند. ولكن إذا جاء اصطدام كوليزيون فرونتال تلقاو وجه لوجه خصنا نجمعوهم ياك سي محمد ياسين؟ أكيد طبعا خصنا نجمعو 40 مع 30 هي 70 كيلومتر، هي 70 كيلومتر في الساعة. إذا واحد السرعة قوية. دونك ألي كالكولي لينيرجي سولون لا فورميل ديال شتاين أن دومي إم في كاري، غتلقاو الملايير ديال القنابل النوويه. دونك كي ليبري بوكو دينيرجي، لان ما غاديش نديرو جول. اذا جينا نديرو لينيرجي بجول خصنا ثلاثه الصبورات ديال الزيروات. اذا تماما. اذا كيدير بارفوا كيدير مشاكل جلوبال، كيدير اون كاتاستروف جلوبال ولا ريجيونال كما قلنا في الاول، كما غنشوفوا مع انقراض الديناصورات. البوليد اللي طاح في روسيا تشيليان بينسك، هذا النيزك عندنا في المتحف
من روسيا العام اللي فات. كنت في هولندا في ذاك في المنظمه ديالنا وتبادلت مع الهولندي، عطاونا واحد الطرف منه وعطيته من زكاه اخر في المغرب موجود. طاح في نهار 15 جوج 2030. سي ان بوليد، ان بوليد عقلتوا على ان بوليد، كاين ايطول فيلون كاين كاين بوليد، هذا سان بوليد لانه ديباس 10 متر. طاح هو طاح في لوغال، طاح في لو ديزير فوا، لو ديزير فوا في الصحراء البارده، غير لو باساج ديالو فوق واحد المدينه اسميتها تشيليان بينز الا كري دي زون دو شوك، هذوك الدبدبات القويه تدي ديك الرياح القويه الى سوفلي توت لي فيتغ اي توت لي بورت، كاع الجاج كل شيء انفجر وجرح اكثر من 1600 واحد. غير الباساج سبب خسائر كبيره، ما طاحش هو في تيلان بيكس، طاح قلت لك راه شتي الكراتير ديالو في الصحراء البارده، غير الباساج فوق المدينه جرح اكثر من 1600 واحد، اذا خطير. داكشي قلت لكم راه اوبجي دو فاسيناسيون واوبجي دانكيتود. الوغ فاش كيطيح شي نيزك كبير استيرويد كيخلي حفر كنسميهم استرو بلام، استرو هي لسباس بلام بليسيور، سو سون دي بليسيور دو لسباس، دونك حفر نيزكيه ولا كراتير دامباكت. الكراتير دامباكت اللي كونسيرفي وباقي مزيان فوق الارض هو ميتيور كراتير في الاريزونا. ميتيور كراتير داروا حدا واحد المتحف ديال النيازك وداو ليه الطريق، الطريق زعما اوتوروت داوال حتى تمايا، وكاين بزاف زاكتيفيتي سبورتيف كولتورال تلقى كلشي تما، دونك كيمشيو ليه السواح، كيمشيو ليه السواح بزاف، هو لو بلو كونسيرفي. دونك حنا عندنا في الارض 200 كراتير دامباكت، 202 200 كراتير دامباكت، كاين واحد بازو دوني فيها 200 كراتير لان الارض ما كيتكونسيرفاوش فيها، لان ارض حيه فيها الرياح فيها الماء فيها الالتيغاسيون فيها السيكل دو روش فيها الديريف دو كونتينون فيها بزاف د الحوايج كيمحيو هذوك المعلمات ديال الكراتير. غندوزو لي زامباكت المهمين اللي دازو فوق الارض، ما غاديش ندوي عليهم بزاف لان ما عندناش الوقت، غندوي على مهمه واحده هي كانت 65 مليون عام. 65 مليون عام هو لا فان ديال الكريتاسي ولو دوبي ديال التيرسيير في 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 الجيولوجي، هذا كيعرفوه بزاف صحاب الجيولوجي اللي كيديروا الباليونتولوجي. في لا فان ديال الكريتاسي كانوا بزاف الديناصورات هما اللي شدوا الارض، وهاد الديناصورات كانت الارض خضراء بزاف وهي الماء بزاف، وتقواو ولاو عندهم هياكل كبيره وتادابتاو ولاو البريداتور نيميرو 1، الفول الكور الناج كارنيفور اومنيفور كما بغيتو، فما بقاش شي حيوان يقدر يعيش معاهم، شدوا الارض ولاو كثار بزاف قصار صغار اللي بغيتي. الله بغى باش 65 مليون عام 66 مليون عام طيح واحد غتسولوني غتقول لي كيفاش استاذ عرفتي فيه 10 كيلومتر، هو بالفاريزا كي ولا ريح يعني طيل مول انرجي كثير حتى كيتسوفلا كيبقاش. كان عندنا واحد الفورمول كنقولوا اذا لقينا الكراتير دامباكت ديما الحفره النيزكيه 20 مره اكثر من الامباكتور اكثر من الحجر اللي طاح، يعني هذا الشيء غير في الارض. الحفره اللي عندنا في الارض كتكون 20 مره اكثر من النيزك اللي طاح. داكو اذا لقيتي الحفره غتعرف النيزك، هذه سيتون فورمول امبيريك ولكن خدامه كتعطينا غروسو مودو ديال اسميتو. نعم واحد لا كاستيون، واش نقدروا نطبقوها غير في الارض يعني غير بالنسبه للجاذبيه ديال الارض مثلا الى لقينا شي فوهه في القمر واش نطبقون؟ برافو عليك برافو عليك تمام. ما هي سيتون امبيريك، هي سي ملاحظه غير كيلاحظوا في 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 التجارب، في الاسئله نقدروا نوضحوا اكثر. نعم لاحظوها كاينين بزاف الاسئله كاينين، الارض عندها واحد السرعه، عندها واحد الماده من المصوبه بقى بلاستيك، عندنا لاكروت شويه جامده ولكن باقي عندنا المانتو. كواكب اخرى ما يكونوش بحال الارض، اذا ما غاديش نقدروا نديروها بالضبط في كواكب اخرى ما نظنش. لا الوغ الحفره النيزكيه لقيناها في المكسيك وفي الجولف دو مكسيك، عرفتوا المكسيك جنوب المكسيك كاين واحد الجولف، والحفره النيزكيه سميناها شوكسولوب، شوكسولوب هي الحفره النيزكيه. صافي لقيناها كان بكري، هاد الصوره اللي كتشوفوا هنايا ديال الجيوفيزيك ديك الساعه باقي حيت العام اللي في الاخر ديال 2019 داروا الفراج، داروا نعم. الفراج وطلعوا لي غوش امباكتي، طلعوا كلشي و دو سيمين دابا خرج واحد الارتيكل في نيتشر، خرج بان لقاو
لونغل باش طاح النيزك، وهذاك لونغل خطير جدا 60 دوغري باش طاح، وهذيك 60 دوغري غتسبب خسائر كبيره. صعب صح، كيدير لها في كثيره، كيدير الغبار كثير. اذا طاح فيرتيكال طاح من الفوق لتحت هكا نازل من الفوق، ما كيديرش غبار بزاف، كيحفر لتحت وما كيديرش غبار. اوغ فاش كينزل انكليني 60 كيطلق الغبار وكيدير لي تسونامي اكبر، زعما قوه كثيره كيطلق على الحجر باش كيطلق الغبار. نعم. والتسونامي. لقينا كل شيء، لقينا العلماء لقاو كل شيء لزانغراديون، بان احنا متفقين دابا اكثريه، باقي كلكو ريزيستون، ولكن لا كوميونيتي سانتيفيك سون داكور بان الديناصورات انقرضوا بنيزك في 10 كيلومتر طاح في تشكسولو. باقي الناس قلال ولكن تيقولوا شي حوايج، ولكن داكشي تيليمينا دابا كيبيبليو بوبليكاسيون. صافي. لقينا لي تكتيت، هما اللي كتشوفوا هاد البيات بحال الليبي، هذوك لي تكتيت فاش النيزك كبير كيطيح في الارض كيدوب هذاك الحجر ديال الارض وكيطير في السماء وكيبقى يدور، تعطينا بحال البيات، كيتسمى تكتيت. دونك جاج، هو جاج ديال الارضي. لقينا الكوارت شوكي، هذه كتشوفوا هنا من الاول، الكوارت شوكي هو واحد الكوارت، كاين الكوارت الناس كيعرفوا هو الجاج طبيعي، الكوارت الكوارت شوكي كاين الفا، هو اللي كاين عندنا في الارض كوارت الفا. الفا ما فيش هذوك الكليفاج، ما فيش هاد الخطيطات الرقيقين داخل كليفاج، خصو يتحول الكوارتز بيتا، خصو ضغط كبير باش الكوارتز ولا كويزيت ولا شتيشوفيت، خصو دي ميليي جيجا باسكال ديال بريسيون. نعم. اذا هذا الكوارتز الشوكي اما كنلقاوه في بلاصه فين تفاجروا القنبله النوويه الكبار، ولا كنلقاوه اذا كان امباكت، كان واحد اصطدام قوي. لقينا الصوره الاخرى هذه الكبيره اللي فيها هذا ليز غير كحل، هذا ليز غير كحل فاش كنديروا العمر ديالو كنلقاو 65 مليون عام، 65 مليون عام. اش كنلقاو فيه؟ كنلقاو فيه غبار، بزاف الغبار، دونك ارجيل فان. كنلقاو فيه ماده كربونيه ديال الاحتراق، دونك بزاف الغابات احترقوا سميتو. كنلقاو فيه صندق فولكانيك، كنلقاو فيه الغبار البركاني، دونك خدمات البراكين. كنلقاو فيه ميكرو تكتيت، هذا الجلبيات تلقاو كيوقي ميكرو تكتيك. وكنلقاو فيه واحد الاليمون سميتو ايريديوم، اليمون شيميك ايريديوم، ما كاينش في الارض قليل، اون بي بي ام. فاش نقول لك اون بي بي ام هي كنلقاو 1 ميليغرام في 1 كيلوغرام، دونك ريان والو. هنا في هاد لي صغير، هاد الكحل هذا كنلقاو كاين كثير، وهاد لي ايريديوم ما كاينش في الارض، كاين في الكويكبات. اذا هاد الشيء اش كيفسر؟ بان في 65 مليون عام طاح نيزك، دار العافيه وخدم البراكين كامله، ودليل هو لي ايريديوم. صافي، ما عندك، ما عندكش شرح اخر. صحيح. اذا متفقين بان راه طاح نيزك كبير 65 مليون، 65 66. كاينه واحد لاباك، لاباك غادي تورينا غير تورينا غير تنقولوا غير ابوكسيماتيف. كاين لي سيونتيفيك كي اون يوتيليزي لا فورمول ديشتاين ان دومي ان في كاري، ولكن جو يوتيليزي هذه هي حيت سامبل. كتقول لك هاد لاباك هذه كتقول لك اذا عندك الديامتر ديال الكراتير غتلقى لينيرجي، شحال القوه. الوغ حنا عندنا 200 كيلومتر هو الديامتر ديال تشكسلوب، اذا القوه هي 10 على بويسونس 9، 10 اس 9 قنبله نوويه تيب هيروشيما. ربما هي اللي سببت في الانقراض ديال الديناصورات، هي من احد الاسباب. نعم، احد الاسباب. اذا غتلقاو لي زارتيكل كثر تيديو على سونتين دو سونتين دو مليار. انا باش بوغ سوا بريدون، باش ما نعم. نبالغش، خديت هذه كتقول بان 1 مليار، كاين وحدين تيقولوا اكثر، 1 نعم. مليار ديال بومب ايدرو تيب هيروشيما، وبومب بومب هيروشيما تيب هيروشيما هي 10 à la puissance 13 joules. واو كبيره بزاف. و 16 جول. اذا واحد الانرجي كثير بزاف. اذا درتو سميتو غتلقاو بزاف لي سيمولاسيون، بزاف ما غاديش ناخذ الوقت بزاف، عندنا ما نقولوا بزاف هذا، ولكن ماشي مشكل. اذا ريزومي، باش ريزومي، وهذا الامباكت خطير وكيوقع دابا العلماء تيقولوا كيوقع كل 100000 عام. دابا وقع 65000 عام، بقات لنا 35000 عام ووقع بحاله، ولكن ماشي شي سيو، يقدر يوقع قبل، يقدر يوقع دابا. نعم. داك الشيء عرفتي، دي زاكسيدون كيوقعوا الفوق، اي واحد جو دو زاكسيدون متابعين ها هو تم غادي الارض. اذا نتلخروا ندوا على هذه القضيه ديال كيفاش نحميو الارض. اذا اش يوقع فاش يوقع الاصطدام كبير؟ يوقع الاصطدام كبير كتسخن
كيطلق بزاف الانرجي وهذوك لي جيكتا داك الحجر الدايب كيطلع السماء وكينزل كتكون السخونيه كثيره كتولي الحراره كثيره دونك تو لي زانيمو تيرموفيل غادي يموتوا كاع الحيوانات بلوتو تيرموفوب كاع الحيوانات ما تبغيش الحراره غتنقرض هنايا لان غيسخن الارض بزاف من بعد هذاك الحجر غادي يدير بزاف الغبار لانه هو غيدير غبار قلت لكم طاح 60 دوغري دار الغبار بزاف دار لي تسونامي كبار تسموهم دي ميغا تسونامي لقاو الاطراس ديالهم وداو تي كي الى اكتيفي ولا غي اكتيفي تو لي فولكان شنو هو البراكين البراكين هو شومبر ماغماتيك واحد بيت ديال الماده منصهره حجر منصهر مع واحد شيميني وداك الشيميني تيكون مسدود كل ماتي نعم. الارض كانت بلاستيك ديك الساعه فاش ضربها النيزك كاع دوك لي شيميني تحلو كاع لي فولكون ديال الارض خدمو حيت كاينه واحد تيوري كيقولوا لا ماشي النيزك اللي قتل لا البراكين حيت لقينا في تراب دو داند بلاصه في الهند سميتها تراب دو داند كنلقاو الكيلومترات ديال لا بوسيير فولكانيك ديال الصندوق فولكانيك داك الغبار الفولكانيك لقينا كيلومترات حتى هما عندهم لاجي 65 مليون عام اذا الشرح شنو هو هذاك الاخير دابا هذا هو الشرح الاخير اخر ما كاين دابا شي اموا باش خرج لان هذاك الاصطدام عطى الى رياكتيفي تو لي فولكون دونك الغبار كثير اش دار الغبار فاش رجع داك سميتو دار لنا واحد الحاجز بيننا وبين الشمس ديال الارض بين الشمس اذا الضوء ما بقاش كيوصل للارض اذا الضوء ما بقاش كيوصل للارض اول حاجه غتموت شنو هي النباتات ربما النباتات اول حاجه غتموت هي النباتات الوغ النباتات غادي يموتوا تابعه غيتبعوها هما الحيوانات الكبيره اللي كتستهلك بزاف الاعشاب شكون هما الديناصورات العاشبه فيها 60 متر حتى 70 متر ديال الارض باش تعشى خصها ثلاثه الشجرات اوغ ما كاينش شجر اما النمل وداكشي خاصو اون غرين يتعشاو يدوز الدنيا راه مزيانه هادو غيموتو هما الاولين حيدو تيب سوغوبود داكشي اللي غيتبعوهم هما اللحمه ديناصورات اللحمه لان ما كايناش العاشبه صافي اون كاسي لو سيكل دو لا في وهكا هذا هو الشرح لاخر حاجه ما كاين دابا اللي متفقين على العلماء هي بهذاك الاصطدام ادى الى البراكين باش نصح واحد القضيه بزاف الناس كيصحاب واش غير الديناصورات لا 85 ديال لي زيسبيس 85% دي سبيس اون تي ديسباريو 85 عندنا واحد الواجهه عندنا في المتحف دايرين فيها بعض الحيوانات بحال لامونيت بحال البيلينيت بحال الديناصور كلهم نقارضوا في هذا سميتو في هذه الفتره الوغ واش غادي يكون شي اصطدام مع الارض لان بان لي واحد السؤال واش غادي يكون اصطدام مع الارض الوغ كاين بزاف ديال ما عرفتش كتعرف محمد امين ولا لا كاين واحد استغواد دي دايرينها منظمه عالميه فيها الممثلين الكبار وفيها الناس لي سيليغ الكبار باش يحميو الارض كتكون نهار 30 جوان هذا اللي درت انا هنايا ديالنا حنا شكو فيها يوم الكويكيب تكلمت عليه في واحد ايام الكويكيب شكو فيها حنا بحال دابا لافيش ديال 30 جوان 2017 شاكنا فيها دونك بغي يحميو الارض دابا بزاف الناس عندهم فلوس وعندهم سيتو سمعوا بهذه الظاهره هذه وكيشجعوا العلماء باش نحميو الارض الوغ كاين بزاف اذا درتو جوجل ودرتو كوليزيون افيك الاستيرويد كوليزيون افيك لا تير غادي يبقى يعاودوا لكم يساليوش هاد السيمانه دابا غتقرا بان السيمانه الجايه غيدوز واحد الكويكيب قريب غيدوز قريب هي دو يونيتي استرونوميكا جوج مرات بعد على القمر هي قريب لان السيستم سولير وكاين اللي غيدوز قريب اذا ديما كاينين ولكن اللي خلع العلماء هو واحد سميتو ابوفيز ولا 2004 MN4 هو العلمي ابوفيز هذا فاش داروا ليه اول مره لقاوه فاش داروا ليه الدراسه ديالو ديال لانسيرتيتود لقاوه 100% غيضرب الارض كلشي تخلعوا وبداو كيعاودوا بداو يقابلوه بداو حاضينه وبدا كتنقص البروبابيليتي دابا الحمد لله نقصات بزاف ما بقاتش كانت في الاول خلع العلماء لانه فاش الحسابات عطاتهم بان غيتلاقى مع الارض في واحد المحطه الو هو عنده واحد الدوره عنده لوغبيت ديالو فيها 7 سنين كيدور ويجي بان لينا 7 سنين في 2029 غيبان لينا بالعين المجرده دابا هذه الصوره هي غدوز قدامكم كاينه الارض كاين المدار ديال القمر
هو غيدوز بين القمر وبين الارض وغيدوز 2029 غنشوفوه بالعين المجرده اللي كيشوف مزيان غادي يكون واحد المشهد اللي رائع جدا ان شاء الله بعد 9 سنوات 2029 ولكن راه كيخلع طبعا محمد امين طبعا اكيد خطير الوغ عنده 7 سنين غيدوز حدانا وغيمشي دور 7 سنين عاد يرجع اذا داز واحد البلاصه كنسميوها في لاستغونومي ترو دو سيغور ترو دو سيغور ثقب ديال سيغور هي فيها غير لارجيس 610 اذا داز فيها 7 سنين الجايه غيجي غيضرب الارض ما فيهاش واذا داز مجيبها بانه راه ما غاديش يجي اذا داك البروبابيليتي دابا نقصات بزاف ما بقاش نخافوا منه بزاف غير هو الحسابات اللي داروا ليه اذا غيضرب الارض غيضربها نهار 13 أبريل 2036 يعني هادشي كيبغى غير حسابات انا 13 ابريل القتال سان فوندرودي داكور الناس يعني... الناس اللي عندهم فوندرودي 13 بونجور تماما ولكن هادشي كيبقى زعما غير حسابات ربما حسابات فلكيه ولكن محمد امين علميه تماما فعلا علميه دونك في الاول خلع الناس اللي كيديروا خلعهم دابا نزل دات البروبابيليتي نزلت بزاف دابا نقص الحمد لله بعد الخطر بعد ولكن غيدوز 2029 وغادي نشوفوه وان شاء الله غير يرجع بسبع سنين دابا كاين واحد هذه تقريبا شي سبع سنين هذه لا نازا والايزا ونسا كلهم كاع المنظمات ديال سميتو ديال وكالة الفضاء العالميه اياه سميتو ديال الفضاء تلقوا واحد مواضيع باش نحاربوا هاد تسميوها لي موستر وكاينين دابا كاين طرق باش بغي يجربوها كانوا غيجربوها شي 3 موا كانوا غيجربوا وحده على واحد الكوميت غيبداو التجارب باش نبعدوا علينا الانسان يقدر يبعد هذا زعما الانسان ولا قوي واحد الدرجه يقدر نناقشوها من بعد اذا بغيتو نناقشوا اش هي الطرق اللي نقدروا نبعدوا بها بداو دابا لي لابوغاتوار خدامين عندنا واحد القضيه في المتحف ديالنا مهمه جدا للمغرب في سميتو مع شحال الساعه دابا محمد امين حاليا انا عندي 12:41 دقيقه ولكن انا بالنسبه لي باقي الوقت فما كرهناش حنا ان المحاضره ما تساليش لان استمتعنا بزاف وجميع الشباب اللي معنا تا هما طرحوا الاسئله وحاضرين معنا تقريبا شي 100 ديال الناس اللي كيتفرجوا فينا حاليا فكاين الحضور الحمد لله وكاين بزاف ديال التفاعل مرحبا الوغ عندنا في درت واحد المحاضره في نواحي ديال الصويره واحد السيد مهم طلبه ديالي مع واحد السيد في الاخر ولاو عندنا جاونا للمتحف هاد الحجرات هادو من حوتين كيتسموا لي بيتروغليف دي بيتروغليف نعم. هو نحت على الصخور نعم. غرافيو روبست غرافيو روبست اش كيديروا فيهم في نواحي التصويره فيها بان واحد شي حاجه ان اوبجي سيليست طاح اما كوميت ولا شهوب والناس مخلوعه واحد اخر في طرف ديال الشمس طايح والحيوانات والانسان ومكتوبه فيها نعم. مكتوبه الامازيغيه بتيفينار نعم مكتوبه فجاوني هادو ما قدرتش قلت انا بتاتر حيت المومبو ما قدرتش نديكلاريهم ياك نعم شهر بعد جاتني الثالثه حتى هي فيها بحالهم بهم فيها هي بان فيها واحد غشاء دوكاسيتيزاسيون اذا خلينا الحجر قديم بقى قدام كيبدا يربي واحد الجلده نعم هذيك الجلده كتطلب وقت اذا كتوريك بان هذه الحجره راه قديمه فعلا قديمه صح لان هادو كانوا غسلوهم بلاسيد والماء لان لقاوهم واحد الناس يقلبوا على الكنوز داكشي دونك بغا يقراو هذيك العبريه داكشي دونك غسلوهم بالماء مخلط مع لاسيد حيدوا لنا داك ولاو بحال جداد ولكن فاش جاتني هذه انت محمد نعم كنشوفوها امين هنايا كتشوف هذه البلاصه هذه مقلعه هذيك الجلده نعم هذيك نعم الجلدة نعم دونك كالتيسيزاسيون و سيكوندير اذا كتبين لي بان قديمه تمام صافي ديكلاريتها في امريكان ميتيور سوسايتي وديكلاريتها في ميتيور
نيوز هذاك ديالنا ديال المنظمه اللي قلت لك انا فيها ديال الميتور، اي حاجه لقيناها كنديروها هنايا باش يعرفوها، ودرناها في واحد الارتيكل، واحد المجله علميه متخصصه روسيه، حيت الرواسه هما اللي معروفين بزاف بهذا لاكتيو استرونومي. هي الاسترونومي القديمه، باش كتعرفها محمد امين ولا ما قلتي عليها ولا لا؟ لاكتيو استرونومي القديم صحيح ما كاينش، لكن هذه الكلمه ربما انا اول مره كنسمعها العربيه، ما كاينش في الاسترونومي. نعم للاسف. دونك اول مقال على لاكتيو استرونومي في المغرب هو هذا ديالنا حنايا، كان معنا واحد مختص داكشي ديال ها. الصراحة زعما هذا شرف كبير جدا أننا نكون حاضرين كاملين وكنشوفوا أول مقال له علاقة بعلم الفلك القديم، وطبعا أكيد من تحت الإشراف ديالكم. شكرا جزيلا. بقالنا دابا غير نديرو داتاسيون ديك الجلدة، صيفطها للمكسيك ساعة وقع واحد المشكل، غير هذيك الجلدة يديرو لنا الداتاسيون ديالها، غتكون اكتشاف عظيم، غادي يكون إن شاء الله اكتشاف عظيم إن شاء الله. الو واش ما كنسمعكش محمد امين؟ نعم ودابا كتسمعني؟ نعم كنسمعك وكلشي مزيان، غير كمل. كتسمعني؟ نعم كنسمعك. نهار 12 سبتمبر 2012 مع 3 العشيه جامعه القاضي عياد صيفطوا لي واحد الطرف ديال الحديد مع واحد الانسان، طرف ديال الحديد باش يديروا التحاليل. دونك وريتهم واحد الاستاذ قال لي اللهم ديروا انت، صيفطوا لي، فدرت لي التحاليل لقيتو طرف ديال السيديغيد ديال النيزك حديدي، ديال النيزك حديدي. فاش بغى يمشي هذا السيد هذا قال لي راه في ايميل شيل كاينين بزاف الناس عندهم هذا الحديد، وكاينين كاع الناس باعوا 124 كيلو 127 كيلو من 2009 هما كيبيعوا 127 كيلو حديده وحده نيزك كتمشي. دونك انا سمعت هذا الشيء لوندو، ما مشيت يومين، مشينا تما للايميلشيل انا والاصدقاء ديال المختبر ديالي، وايفيكتيفمون لقينا بان كاين تما كلشي، الناس عندهم الحديد عارفين تما، وما عارفينش بان نيازك، ما عارفينش بان نيازك كي اللي عنده شاد به الباب اللي عنده. فحتى بوزنان كنت في 2013 مشيت لبولونيا ومشيت للمتحف ديال نيازك في بوزنان، هي الصوره غتبان لكم هي التحتانيه مع هذه الاستاذه. نعم كاين واحد النيزك عليه لافلاش، هذاك النيزك كاتبين عليه نيزك حديدي ديال اوت اطلس ماروك، دونك ايميشي. اذا في العالم كله بشتت وحنا ما سيقينش اخبار، صافي تما بدينا دراسه، تعاونتنا الجامعه مزيان جامعه ابن زور، وكنبغي نشكر بزاف رئيس الجامعه الدكتور عمر حلي. نعم ومشينا تما خدمنا، لقينا كاع الحوايج اللي كيورينا بان كاين اصطدام قوي اذا عقلتوا على الكوارت الشوكي ديال شوك سلوب، عقلتوا داك الكوارت الشوكي؟ نعم ها هو لقيناه، بغيش دامباكت لقيناه، بغيش دامباكت لقيناه، ولقينا اللي ما لقاوش سميتو، لقينا واحد الحجر اذا كان حجر عنده لي غران ديالو فاه، فاش كيطيح نيزك كبير كيحاول كيردوا الشاتر كون، كيردوا بحال لي كوتشيفال حل الدنب ديال العود. نعم شاطر هو لقيناه، وهذا الحجر هذا الشاطر كون هذا الفوقاني هذا حدا جي بي اس كنلقاو غير في بلاصه في كيكون انفجار قوي ديال نيوكليير ولا اصطدام. اذا لقينا كلشي عندنا واحد الواجهه خاصه لهذا الاكتشاف، بريج دامباكت شاطر كون وجوج انواع ديال النيازك، لقينا نيازك كثيره تما كاين نيازك. اذا اش قلنا بان مع فاش لقينا هذا الشيء جاو عندنا الاصدقاء ديالنا اللي كيعملوا معنا في ديك المنظمه، اكثريه جاوا من طاليان ومن فرنسا، ودرنا البحث ديالنا لقينا هذيك المنطقه ديال ايميشيل اللي امباكتد طاح عليها نيزك كبير دقدق هذيك الدنيا. غير حنا تنقولوا كاينين ثلاثه الفوهات النيزكيه تيسليت واحد تحت اكودال، بزاف الباحثين تيقول لك لا اسليو تيسليت ماشي فوهات نيزكيه، ما متفقينش معنا. دونك كاين هاد لا ديسكوسيون سيانتيفيك، وانا بالنسبه ليا سي نورمال صحيحه، لان ديسكوسيون سيانتيفيك نورمال غتكون في احترام. طبعا اكيد احترام يكون هذاك. قلت لك شي حاجه، لان شنو هو العلم؟ هو اوبسيرفاسيون انتربريتاسيون اي بويف ديكلار،
دونك حنا عندنا انتربريتاسيون كنشوفو كنديكلاريو داكشي اللي شنا على حساب نتوما شتو حاجه اخرى كنديكلاريو حاجه اخرى غير خصو يكون احترام هذا كان شويه نقص احترام ولكن ماشي مشكل فقلنا بان اتفقنا دابا متفقين كاملين بان نيزك كبير طاح في ايميشين وماشي نيزك هذاك كويكب كبير كنا قلنا حنا تقريبا غتكون فيه اكثر من 50 كيلومتر ودار واحد حفره سميها اغودان ولقينا هي زلق عليها شويه داك الحجر وداك التراب درقات درناها بجيوفيزيك اذا كتعرفوا الجيوفيزيك اما الكتريك ولا مانيتيك ولا شي حاجه حنا درنا جيوفيزيك الكتريك ولقيناها هذا الشيء اللي بالازرق هو حجر اصطدامي كيوريك بان الفوهه النيزكيه هي لتحت وفوق منها كاينه اللوب كنسموها في الجيولوجي اللوب زلقات عليها ودرقاتها بقى غير شويه كيبان دونك ها هما كاين لي زارتيكل تحت المختبر ديالنا دار هذا الاكتشاف اول حفره نيزكيه واخر حفره نيزكيه دارها المختبر ديالنا بقى غير ما متفقينش معنا باحثين اخرين بان راه كاينين ثلاثه كيقولوا كاين غير واحد حنا تنقولوا ثلاثه درنا واحد طالب في الدكتوراه ان شاء الله هذا العام غادي يسالي العام يسالي هذا العام غادي نكتبوا ديك الساعه غنقولوا واش كاينين ثلاثه ولا كاين غير واحد ديك الساعه غنعلنوا في الجرائد وكل شيء عافاك عندي واحد السؤال بالنسبه للبلايص اللي فيهم هذاك اللون الازرق الغامق يعني غير باش نفهموا اكثر واش نقدروا نرجعوا للسلايد اللي فات هذيك لي تيديو فيزيك واش البلايص اللي فيهم داك الازرق غامق داك البلو فونسي واش هذوك هما البلايص اللي اصطدم معاهم النيزك اي هذوك كيبينوا الحجر الشوكي هذا الازرق غامض هو هو الاكثر واحد دار والزرق شويه مفتوح الزرق غادي طيب واحد لا بروبوزيسيون ديزون انت يا محمد امين نعم فهمت دابا فهمت بروبوزيسيون ديزون كتكون في بلاصه لامباكت وكالزلزال كيبعد نعم فهمت دابا بنت عندك كيكون بغاش افيك فيزيون كاع كيدوب تما كيدوب حجر ومن حد كتبعد كتبقى غير فراكتياسيون غير بالشقق غير هذه حتى ما تلقى والو اكزاكتومون صحيح الوغ فاش كنمشيو للمتاحف ديال العالم كنلقاو نيزك ديال المغرب باغتو غتكون ترا تبارك الله عليك راه كدور كتمشي للمتاحف كتلقى ديما بارفوا كتلقى متحف واحد فيه 20 نيزك ديال المغرب وداكشي داكشي علاش قلنا لابد نديرو متحف ناديت فيه من 2005 2006 وانا كنادي راه كاين الجرائد باقي الان كنادي خاصنا متحف اللي قدرت نديرو هو بمساعده ديال رئيس الجامعه استاذ عبد الرحمن ما كنسمعوكش اخر كلمه قلتيها هي اعتقد ان كاين مشكل في الصوت اخر كلمه قلتيها كنت كتكلم على الفكره ديال انشاء كنسمعك نجده نعم كنسمعك امين نعم كنسمعك راه كنسمعك مسيو عبد الرحمن كنسمعك وكنشوفك كلشي مزيان سلام سي عبد الرحمن امين نعم غير كمل راه كنسمعوك يمكن لك تكمل راه كنسمعوك كيفاش ندير سي عبد الرحمن يمكن لك تكمل حنا راه كنسمعوك نعم كنسمعوك غير كمل كنسمعوك مزيان غير كمل واخا غير كيفاش تسمعنا دابا غادي نعم يعني غادي تكليكي غير على دياپوراما اللي لتحت على اليمين دغوات اليمين راه كاين مود بريزونطاسيون وغادي تكمل اكزاكتوم اي نعم كمل مزيان نعم الوغ دونك درنا هذا المتحف اول متحف في العالم العربي وافريقيا خاص النيزك والحجار المرتبطه بها ف عنده الكتالوج درنا الكتالوج ديالو كنشرحوا اش عندنا في المتحف
الحجاره اللي عندنا والشرح ديالها. درنا افلام وثائقيه درنا بزاف افلام وثائقيه. غير ديروا متحف جامعي نازك غادي يخرج لكم افلام وثائقيه ديال 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 المتحف. الافتتاح ديالو كان انفات. انا كان عندي زعما بحال العيد. الوزير جات مدام العدوي الساعة كانت والية ديال أكادير. التلفازات كلهم ديال المغرب ميم كاين دول أجنبية جرائد كلشي دوات عليه بأنه هو أول متحف في العالم العربي خاص نازك تفتح في مدينة أكادير هو متحف جامعي. فجاو عندنا الوزراء زعما كاين أي وزير جا لأكادير كيتصل بالسيد رئيس الجامعة وكيجي عندنا كنفسروا ليه. ومحمد أمين اكتشف بأن عندنا شي وزارة تبارك الله عليهم عندهم دراية كبيرة في علم الفلك تفنى يازك. القضية هذه شهادة تنقولها. كاين واحد الوزير جا عندنا ثلاثة مرات. كاين وزراء عندنا تبارك الله عليهم عندهم ثقافة علمية كبيرة. وآخرهم هو السي أمزازي هو جاته سي أمزازي هو تبارك الله. كاين ان شاء الله في المغرب غادي يكون عندنا فتح الفلك غادي ان شاء الله غادي نزيدو لقدام. لي زاسوسياسيون بزاف الجمعيات امريكيه جمعيات مغربيه ديال القوده والمحامين ديال الفنانات ديال الجورناليست كاع جمعيات ديال المعاقين كيجيو كنشرحوا لهم كيبقاو عندنا ساعتين حتى ثلاثه السوايع في المتحف كنديروا لهم كونفرنس ديالهم والشرح والاسئله اسئله اللي بغاو افولونتي حتى كيعيو. الناس هادو اللي كنخدم معاهم هما عزاز عليا كيجيو مساكن من بعيد كنفسروا لهم اش عندهم الناس اللي عندهم كنعطيهم مكتوبه ولا شي حاجه اذا بغاو اذا كان قاري شي حاجه نعطيو الكتاب باش يتعلموا داكشي. كيجيو بزاف طلبه ديال حيت هذا المتحف جامعي كيجيو يديروا فيه الاعمال التطبيقيه كيديروا اعمال تطبيقيه وكاين البي اف نعم بروجي دو فان ديتود. ولكن كيجيو عندنا بزاف الطلبه ديال زيتيديون اترونجي من برا من الجامعات بحال كيما قلت لك يال كيجيو عندنا تقريبا كل عام دابا 3 سنين يال والهارفارد كيجيو لان عندنا اساتذه اصدقاء كيجيبوا هادو لتحت طلبه ديال الماستر ديال فرنسا وهادو الطلبه ديالنا كيجيو بزاف. دونك المتحف ما كنشوفوش كيديروا واكثريه تلاميذ تقريبا ثلاثه حتى اربعه المرات في السيمانه كيجيبوا لنا المدارس 60 70 تلميذ كنديروا لهم انا وحنا مجموعه كاين واحد كاينه جمعيه ديال المتحف الجامعي النيازي فيها مجموعه الناس وسورتو اللي يخدم بزاف هو السي خيري فؤاد وكنيل الحسن والدوزي الدوزي حسن كنت عارف مدينه طاطا في المهرجان ديال النيازي تشرفنا بكثير بالزياره ديال صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصرو زعما فريمون كان شرف ليا كبير باش نناقش انا وصاحب الجلاله النيازك. وكما كتشوفوا في الصوره كندويو قدام ديك الواجهه ديال اغودال دونك لان اغودال هي اول نيزك طاح في المغرب او اكبر نيزك بيتو اكبر نيزك طاح في المغرب هو هذاك واخا ما كان الانسان ديك الساعه قليل وتشرفنا بزاف وعطانا واحد الدفعه لهذا الميدان باش نخدم اكثر. دايرين درناهم بالفرنسيه وانا فرحان بزاف لان واحد الطالب عندنا قرا عندنا ودابا خدام في الدار البيضاء صيفط لي واحد التصويره بان كاينه واحد المكتبه كبيره في الدار البيضاء اختارت الكتاب ديالي كوم كود كور دو فوندور. واو لان الكتاب ديالي على فكره هذا الكتاب ها هو راه جبته معايا راه وريته القبيله راه حتى انا كنقراه بالفرنسيه باللغه الفرنسيه وهذا الكتاب هذا يعني هذا كان هديه ديالك من خلال المحاضره اللي درتها في كليه العلوم وكان واحد اللقاء طيب معك فكانت هديه شكرا لك استاذ. تمام كنا درنا على الكتاب فاش خرج الكتاب درنا في دوزيام درنا جوج حلقات اياه برافو عليك هزوا معك نعم الوغ دوزيام درنا جوج حلقات درنا ما كنسمع الصوت لا كنسمعوك حنايا غير تفضل. دونك جوج حلقات كاينين في يوتيوب النقيد يديروا النقيد في كتاب ديال ايبي ولا نيازك غادي يخرج لكم المناقشه على الكتاب ديالي وترجمناه بالعربيه ودابا خرجنا
كتاب جيد كيفسر كيفاش الانسان يفرق بين الحجر ديال الارض والحجر ديال السماء، سميناه ميتيوريت لو بيتي جيد، راه خدام فيه بالعربيه ان شاء الله، لان دوك اللي في الصحراء تيقراو بزاف العربيه ما تيقراوش الفرنسيه. نعم دونك غادي نترجمو بالعربيه ان شاء الله. وشكرا. شكرا شكرا جزيلا استاذ. يمكن لك دير غير ايشاب دابا باش نقدروا يعني نبانوا غير انا وياك في ليكرون من اجل عرض الاسئله. يمكن لك غير صافي تسد هاد لابارتي هادي. طيب صافي مزيان. اه صافي 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 غير سد هاد الباوربوينت ودخل اللوجيك ديالك. واش كتشوفني دابا ياك؟ كنشوفك دابا هي. طيب الله طيب كنشوف راسي. طيب ممتاز. شكرا بزاف على العرض القيم صراحه. انا استفدت بزاف وقيت مجموعه ديال الافكار تقريبا هنايا وهنايا اللي فريمون اول مره كنسمعهم اول مره كنعرفهم واللي غادي يتطلبوا بزاف ديال البحث ربما كذلك حتى مع الاصدقاء والحضور المشاهدين اللي كانوا معنا في هذا اللايف اللي تجاوز العدد ديالهم تقريبا 500 واحد، يعني يتارجح بين 100 حتى 120 وكينزل حتى 91، يعني ولكن في التوتال ديالهم تجاوز 500 طالب وطالبه اللي شاركوا معنا في هذا اللايف وتفرجوا وشافوا يعني وقدروا يطرحوا الاسئله ديالهم. فهناك مجموعه ديال الاسئله اللي طرحوها مجموعه ديال الشباب سواء عن طريق تطبيق ديال الانستغرام ولا عن طريق هذا اللايف هذا من خلال التعاليق. غادي نحاول نعرضوا بعض الاسئله اللي غادي يبانوا لك في الاكرون دابا. مثلا السؤال الاول اللي هو الا كتشوف معايا في التحت، هذوك النيازك اللي كيطيحوا واش المغرب كيستافد منهم؟ يعني شنو كان حنا شنو كنستافدوا من هذوك النيازك؟ سؤال نعم. الوغ النيازك هو فيهم حاجه واحده اللي مهمه جدا جدا، هو البحث العلمي. البحث العلمي لان النيازك شنو هو الثمن ديالو؟ الثمن ديالو هو داك الفواياج باش غنمشي ونجيبوه من القمر ونرجعوه، غالي جي غالي باهت تماما باهت جدا. فكيعطينا بزاف المعلومات. اصحاب الجيولوجيا كيعرفين هذه القضيه، طرف ديال الحجر صغير كيعطيك معلومات كثيره. هذه بلا ما نبقى نفسر فيها. الحرارة اللي بغيتي، الماء، الغازات، كل شيء كيعطيك. إذن أهم حاجة. الحاجة الثانية هي الكوليكسيونور. كاينين بعض النيازك غالية الثمن لأن كاين بعض النيازك فيهم ديامون، فيهم ماس. إذن الكوليكسيونور كيجمعوهم، اللي عزيز عليهم هذا علم الفضاء، اللي يكون عندك طرف ديال القمر مهم جدا. إذن كيتباعوا كيمشيو المتاحف. كيمشيو المتاحف لأن نفسر لك أنا كون كنفسر لكم هذا الشيء في المتحف غادي يكون 100 مره احسن. تمام. لان غنكون قدامو غنقول لك هذا النيزك هذا راه مريخي، ها باش هذا، وندوي لك على الماء في المريخ، وندوي لك على كيفاش تصوب المريخ، وكيفاش الغلاف الجوي ديالو مشى، وكيفاش. اذا هنا فين يدير المغرب كيستافدوا منه الرحال، لان بزاف الناس ولاو مهم باعوا النيازك وداك الشيء الله يسهل عليهم. حنا ماشي كود غير انا حاجه واحده يبقى في المغرب، لا بدا يبقى تمام. واحد أجزاء منه مهمة تبقى أي متحف، أي متحف ديال الطاقة والمعادن، ولا متحف ديال جميع، ولا متحف كيما بغى يكون، غير تبقى نهار نبغيو ونعرفوه، يبغي يشوفوا شي حد اللي بغى يخدم عليه كيلقاه في واحد البلاصة. أما هما النيازك مهمة جدا للمغرب، والمغرب ولا معروف بالنيازك، وثقوا بيا كاين السياحة بزاف الناس السواح اللي كيجيو دوك العربات وداك الشيء ديالهم. عندنا حنا في الجنوب كثار راه اكثريه كيقلبوا على النيازك وكيقلبوا على اسميتو. دوك خصنا نقنوا. راه درت اليوم خرج ما واحد الشتفه غتشوف واش انت، لان ما كاينش المغرب، خرج هيسبريس واحد المقال ديال هيسبريس على شتيه. لا نعم راه وصلني وقريت السياحه الفلكيه. نعم دوك راه فسرت فيه هذاك المقال، فسرت فيه بان المغرب خصو يدير السياحه الفلكيه ويفيق لهذه القضيه لان هذا هو الاول. نعم شكرا جزيلا استاذ على السؤال. نمشيو للسؤال الاخر، ربما اللي هو سؤال يعني تقني شوية. مجموعة ديال المتابعين كيقولنا شنو هي التركيبة الكيميائية للنيازك، فبصفة عامة يعني شنو هي المادة الكيميائية اللي كتوحد هاد النيازك كاملين؟ نعم الوغ النيازك غير ديروا في بالكم، هي الأرض هي مصوبة بحال كلشي. الشمس فاش صوبات كيعرفها محمد أمين كيعرف مزيان، فاش شعلت الشمس كان واحد الغبار داير في الحزام ديالها، واحد كنسميوه لو ديسك بروتوبلانيتير، هو اللي عطى الكواكب، عطى كل شيء الكواكب الحجريه، والغاز كان بعيد عطى الكواكب الغازيه. الوغ دوك الحال الكواكب الحجريه كلهم بحال، اذا الارض كانت بحال النيزك قبل، غير هي بدات كتجمع حتى ولات عندها واحد الطاقه كبيره، ولات عندها واحد لاكسيليراسيون بوزونتور جي غرافيتي، والحديد نزل ولات
كت ديفيرونسياسيون يعني كتماس ديفيرونسياسيون الفرنسيه يعني المواد اللي ثقيله كيمشيو للمركز كيهبطوا لتحت الحديد اللي كيهبط لتحت عطانا النواه الفيرومانيزيوم بقى الوسط عطانا المعطف والحديد وداك المواد اللي خفيفه عطاوتنا النيكل وسميتو النيكل وبليتو المواد الخفيفه على الصوديوم والبوتاسيوم والالومنيوم والصوديوم عطاونا الجرانيت وداكشي القشره. اذا نقول لكم واحد القضيه مهمه جدا، اذا شديتي الارض كلها وطحنتيها ودرتي ليها التحاليل غتعطيك تحاليل ديال النيزك اللي ما تحوش نيزك الكوندريت. نعم دونك حنا في واحد في الجيولوجي واحد الماده كانت تسميوها لا جيوشيمي، فاش نبغيو نديروا لا جيوشيمي ديال الحجره لقيناها في الارض كنورماليزيوها الكوندريت باش نشوفوا وشحال تحولات بارابور الكوندريت، لان هذاك الارض كلها كانت كوندريت في الاول، ولكن كما قلتي الحديد كل ماده على حسب الثقل ديالها وحسب لاكسيليراسيون بوزونتور ديالها. اذا بحال المواد كلهم ما تصوبوش في الشمس، الشمس كتحرق الهيدروجين وكتعطي ليليوم، هيدروجين ليليوم، ليليوم كلو ليثيوم، ليثيوم كيعطي هيبلنا. اذا هذا الحديد وهذا الشيء راه جانا من شمس اخرى انفجرات. القضيه خصهم يفهموها شويه معقده، ما فهمتش انا شكون تاع السؤال واش في جامعي ولا غير رسميتو، ولكن المهم غنحاول نبسطها. هاد المواد الكيميائيه بحال كل شيء هو اللي كاين عندنا بزاف في الجالاكسي ديالنا كلها في المجره، هو الهيدروجين اللي كثير بزاف، الهيدروجين وتابعو الاكسجين، دونك كاين الماء، كاين الماء كثير كيجمع الهيدروجين، عاد كاين لازوت، كاين الميثان، كاين السوفر حتى هو كاين كثير. اذا بحال سميتو غير ديفيرونسياسيون، هاد المواد هادي راه جاتنا من انفجار ديال واحد نجم قريب، نجم قريب، نعم نجم قريب انفجر، وهذاك الغبار ديالو الحق الحديد والحق الذهب والحق الفضه وداكشي شداتو هذيك النيبولوز ديالنا ومع الضغطات وعطات شعلات الشمس ولا داك ديفيرونسياسيون كاينه. اما نعم النيازك عندها تقريبا نفس سميتو، غير هي كاين النيازك اللي قريبه للارض بحال اللي سبب ديفيرونسياسيون بحال ديال المريخ ولا ديال القمر كتلقاها بحال، وكاين النيازك بعيده على الارض كدير اللي مبدل شويه، هو كاين بعد لي زاليمون شيميك كاينين في النيازك كما قلنا بحال ليغيديوم هنا في الارض مشى لتحت ممكن اش نلقاو في لاكروت. كاين بعد البلورات ما كنلقاوهمش بلورات بحال الغينغوليت بحال كنلقاوهم، ولكن هذوك ديال الاصطدامات كيكون في النيازك كيصطدموا بعضياتهم، وهذوك البلورات اللي كنعرفوا كيتحولوا بحال الاوليفين كيتحول الغينغوليت بحال البلاجوكلاز كيتحول مشات ليا السميه ديالو دونك ما كنقريها تشوف مشات ليا، ممكن كيتحولوا الكوارتز كيتحول الاستيشوفيت انت. اذا كاينين يعني كاين تحول ديال مجموعه ديال المواد من حاله الى حاله اخرى. تمام اكزاكتومون. كاين واحد السؤال حتى هو اللي كيسولو الاخ الحسن، قال لنا انه النيزك ان دبليو في ا 7325 اللي طاح في مدينه بوجدور، واش هو الوحيد اللي تم الاكتشاف ديالو من كوكب عطارد، وكيفاش تمت الدراسه ديالو، كيفاش حنا عرفنا على ان هذا النيزك هو من كوكب عطارد؟ يعني ربما هذا الامر راك اشرتي ليه تكلمتي عليه في العرض، لكن يعني ما فيها بس ان نعاودوا نذكروا بالفكره، فكيفاش حنا عرفنا على ان داك النيزك هو من كوكب عطارد، يعني من ان نحن ما عندناش واحد العينه من هذاك الكوكب باش نقارنوا بها؟ الاسترونومي مقسومه على جوج حوايج، مقسومه الناس اللي كيديروا الاسترونومي كيديروا البحث ديالهم، اكثريه كيديروا الضوء، اش كيوصلنا حنا من السماء؟ الضوء. نعم هذاك الضوء كيجيب لنا معلومات كثيره، كيجيب لنا معلومات كثيره، وصحاب النيازك عندنا حاجه فيزيك، عندنا شي حاجه حجر كنديروا ليه التحاليل. اذا فاش كنلتقطوا الضوء ديال شي نجم، باش حنا الشمس بعيده علينا، باش عرفنا فيها 75% ديال الهيدروجين وفيها ليليوم 25 ديال ليليوم، وداك الضوء اللي كنحلوه، وعندنا واحد الطريقه كيديروها بخاصين هما ماشي اختصاص ديالي انا اختصاص ديال البلورات، ريفليكتونس كذاك الضوء، لانه الضوء هاد الضوء البيض اللي كنشوفوه ديال الشمس. نعم. هو في الحقيقه هو راه مجموعه ديال لي سبيكتر، مجموعه ديال سبيكتر، حنا درناها في الليسيد عقلته، درنا داك البريزم وتحلينا الضوء
ولا فيه داك لي سبيكتر المرئيين بلا يعني كديروا التحليل الطيفي لا سبيكتروسكوبي لا سبيكتروسكوبي تماما ولا داك الديسك دو نيوتون داك اللي كيدور فيه الالوان كيولى ابيض كيورينا بان الضوء فيه بزاف لي سبيكتر وكاين الضوء هذا غير الفيزيبل اللي شفنا عاد كاين لي غروند هذوك لي زوند راديو وعاد كاين لي ميكرو اوند كاين قال لي زوند كاملين كنشدوهم هذاك سبيكتر دونك حنا كتبان لينا البنانة صفراء علاش كتبان لينا البنانة صفراء لانها كتعكس ابيض كيجي الضوء ابيض كتابسوربي دوك لي غي كلهم وكتغيفليشي الاصفر تماما وحنا كنشوفوا الاصفر الاسود كيشد كلشي الابيض كيغيفليشي كلشي اذا حنا فاش كيلحقنا داك الضوء كاين طرق زعما تري كومبليكي كنديروا ديك ريفليكتونس كنشوفوا اشنو هو اللي تابسوربا ما كاينش هذاك الضوء اللي ما كاينش ديال ليليمون اللي معاه هو كنعرفوا راه كاين تما دونك حنا عارفين بان عطاريد غيش او مانغانيز غولاتيمو فاش كنديروا الرابور مانغانيز مانيزيوم ماشي بحال الكواكب الاخرين ماشي بحال الارض ماشي بحال هذا ماشي بحال فاش كيجي النيزك وكاناليزيو حنا دابا عندنا كنديو المختبر وكاناليزيو وكنديروا داك الغابور مانغانيز مع المانيزيوم مانغانيز مع المانيزيوم كنشوفوا شكون اللي قريب تلقاو عطاريد ولقى حويجات اخرين اذا ما لقى ما كيدير حتى شي حاجه ما 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 كيت ما كيتجسد مع حتى شي كوكب اخر الا عطاريد الا عطاريد يل بان عطاريد هي في الحقيقه بقى ديسكوسيون غير انا قلت لك قريت الارتيكل وامنت به انا شخصيا فعلا. انا دابا المحاضره ديالي دويت عليه لان امنت عرفته لان تعلمت في الدكتور ديالي درت هاد المانغانيز باش نعرف داك البراكين كتطلع لنا حجر صخور من التحت داك الترا بازيك باش نعرفها منين جات عرفت وكتعطي داك الشيء دقيق اذا باقا ديسكوسيون سيانتيفيك نعم ربما الحاجه اللي زوينه في العلم هي هذه يعني حتى يعني حتى شي حاجه ما كتكون سيغ يعني تقدر تخرج واحد الدراسه وتجي موراها دراسه اخرى اللي عندها واحد النتائج اخرى فالجماليه ديال العلم هي يعني حتى شي حاجه ما ثابته كنحييك وبرافو عليك فاش عندك لان كاينين بعض الباحثين ما عندهمش هذا الهدف سميتو هذه عندهم باحثين اذا غلطي متي دليل الباحثين للاسف اقسم لك يمين انا محمد ياسين كاينين باحثين كيقلبوا على فين تغلط انت ما كيشوفوش داكشي درتي كيشوفوا غير فين تغلط وبزاف الاساتذه كنعرفهم انا كاين واحد الاستاذ فاس زعما كتب كتب عظيم غلط صغير اش داروا ليه المغاربه حتى مشى صافي مابقاش كيبان للاسف راه خصك راه قلتيها انت ودويت معاك فاش كنتي في اكادير واتفقت معاك واحد الفكره مزيانه اللي ما تيقراش تاريخ العلم اللي كيدير راه ماشي عالم اكزاكتومون جوج حاجه تماما تاريخ العلم وفلسفه العلم اللي كتقرا انت هذيك خص تكون في بالك اذا ما درتيهمش ما عندكش بالك راك ماشي عالم راه راك بحالك بحال الناس بحال شي صناعي وراو كيفاش دير وكتصنع كدير داك الشيء وراك كيفاش تصاوب بالغا وراك كتصاوب بالغا وكتعطيها للناس قرا تاريخ العلم كاع الاكتشافات الكبيره كان ديبا كبير كاين اللي كنتحر مسكين كاين اللي ديبا كبير وفي الاخر كيرجعوا ليه تيرجعوا بالعال الوقت واللي مزيانه راه بقات واللي مشات راه حنا خدمنا هي هذه كنافونسيو راه قلتيها كندير لي غومارك كنشوف وكنافونسيكو عندي الكوراج كاين اللي ما عندوش كوراج كاين باحثين معنا لقاو حوايج وما عندهمش كوراج ان يخافوا يقولوا عليهم وما تيدير والو كيموت وما كيخليش داك الشيء هكاك كيضيع للاسف نمشيو للكيستيون اخرى لي ديال فاتحه الروحي قالت لينا alors j'ai une question on est d'abord que l'origine des volcans c'est l'activité des plaques et leur déplacement comment l'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures a pu augmenter l'activité volcanique يعني السؤال فيما معناه ربما كيفاش لي بلاك يعني هنا لا نشرحوا للمتابعين كيفاش زعما هاد الاستيرويد يعني واش شنو واش هما مسؤولين فعلا على هاد الانشطه البركانيه كيف تم هذا الامر الكويكبات اللي النيازك اللي صدموا بالارض كيفاش قدروا يخليو هذوك البراكين انهم يطلعوا وينشطوا بهذيك الطريقه تفضل استاذ تماما هذه وقيله فاتحه الاخت فاتحه كدير جيولوجي وقيله كدير جيولوجي لان عارفه بان البراكين هو شنو البركان البركان هو كاينه كما قلت انا في الاول كاينه واحد بيت شومبر اش نقولوا بيت ديال الصهاره حجره نعم بيت ديال الصهاره لتحت وهذيك الصهاره اما غتبقى تما حتى كتكريستاليزا كتبلور
وغتعطينا اون غوش مبلوره بحال الجرانيت بحال ياك نعم. ولا غادي تخرج اذا لقات منين تخرج غتخرج لبرا وغتعطينا بركان. والبراكين فيه انواع كثيره. دونك البركان اشنا هو؟ هو داك البيت اللي كاين تحت الارض تيكون في لاكروت. المهم هذا اختصاص ديالي ديال البراكين، انا عندي دكتور في البراكين. فشيني اكثريه تيكونوا مسدودين صحيح، يكون داك الحجر فيهم سدهم كتطلع ودوكور دو لا كريستاليزاسيون واش لا شوم ماغماتيك كتطلع لا بريسيون، كتبقى تطلع لا بريسيون تطلع واحد الوقت كتلوح هذاك الشيميني كتهرس لي داك داكشي اللي فساد بحال شي غلاقه بحال شي غلاقه ديال القرعه يعني كتحيد المونادا. شديتي شي كوكا وبقيتي كتنخض فيها بزاف 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 غتلوح داك البوشون ويخرج الماء داك هو الفولكان. الوغ داك البوشون ساد، فاش طاح النيزك كبير كبير بزاف راه 10 كيلومتر 10 كيلومتر خاصك تخيلها، ضرب الارض والارض بلاستيك، الارض ماشي جامده بلاستيك، الارض كتقدر بحال شي كره. الوغ اذا شدينا شي كره وقطعنا فيها واحد البليصه شويه وضربناها بالجهد ملي غتقطع غتقطع من ديك البلاصه اللي فيها مشرقه شويه، هذوك البراكين هما لي بوين فابل ديال الارض. فاش ضرب النيزك كاع البراكين تحلوا وبداو كيطلقوا لي غبار ديالهم. ماشي هي صنعات البراكين، هي صحابش قلت بان راه صنعات البراكين، لا هي غير الى البركان موجود كان غير هو مسدود حيت ديك الساعه الارض باقا سخونه وباقا باقي فيها الماء بزاف. اذا ديك الساعه كانت اكتيفيتي فولكانيك كثيره. صحيح، شكرا بزاف استاذي العزيز. كاين واحد السؤال اللي كيطرحوه بزاف الناس، قال لك علاش النيازك ما كيطيحوش في المدن، ولا واش هما كيطيحوا في المدن وحنا ما في خبرناش؟ لانه معظم الاخبار اللي كنسمعوا على ان النيازك راه كيطيحوا في الصحراء، كيطيحوا في الاماكن القاحله، فواش بصح هذا الشيء ولا لا؟ علاش النيازك كيطيحوا في المدن؟ شنو واش بصح ولا لا؟ اخويا قول لي علاش بغيتي يطيحوا في المدن؟ ربما لان الناس عارفين بالقيمه ديالهم يعني. هذه القضيه هذا عجيب، هذا السي اللي طرح هذا السؤال زعما فريمون برافو عليه. عجيبه هي شنا بان النيازك هو استا الاكسيدون، حادثه كتوقع الفوق اصطدامات، وعرفتي انت عرفتي الميكانيك سيليستر كتعرفها مزيان محمد. نعم الميكانيك سيليستر كلشي كيدور، كلشي خدام كيدور على حساب سبحان الله واحد التركيبه كومبلكس. اذا كيدخل الغلاف الجوي هكاك كيدخل وكيطيح لان هو ماشي هو كيطيح بحال لان كندير عندي واحد الوحده في الماستر واحد العام حطيت لهم علاش 75 ديال النيازك في الارض كيضيعوا. كيفاش تفسروا لي بان 75% ديال النيازك كيضيعوا؟ سؤال واحد خفيف اشنو هو الجواب ديالو؟ هما النيازك اللي غيطيحوا في البحار في المحيطات كيضيعوا، لانه هنا كيبين لك بان اوزا كيطيحوا قد 75%. اذا بغيت نقول لك عطيني البروبابيليتي ديال 1 كيلومتر كره تكالكوليها لان غتعرف غير لا سيرفاس ديال الارض وغتلقى اذا كيطيحوا بحال هو فين كيتلقاو هو المبدل. في 2017 طاح باريس والاستاذ ديالي دوك هو اللي دار لي الدراسه ديالو وداكشي استاذ جومبو كان قرانا في باريس. طاح هرس شيميني، هرس واحد الشيميني صغير ديال السطح وطاح باريس. دونك هو طاح في مدينه في 2000 الاخر ديال 2018 طاح اول مره اول نيزك غادي يقتل البنادم في الهند. طاح في عرس هديه الناس تابعين العرس طاح عليهم جرح. ما سمعتيش يا محمد ياسين؟ لا محمد ياسين تقول محمد ياسين عليا حيت ولد خويا سميتو محمد ياسين. داكشي اللي تقول لكم محمد، انا اول مره نسمع هذا الخبر. طاح مات هندي، عرس فلكي هذا، مات هندي جرحوا جوج اول مره. عرس هندي فلكي 1997 قتل بقره في فنزويلا، في 2006 ضرب طائره في المكسيك جناح ديال الطائره يلا طلعت ولا الجنح وهي ترجع. في 1911 قتل كلب في مصر في واحد الفيلاج اسميته يعني النخلة. يعني النيزك هو طاح في المدن غير حنا ما كنقلبوش مزيان، يعني طاح تماما. هو كيطيح قليل هاد النيزك. نعم. اللي كنلقاو طاحوا الاف سنين صحيح. دابا النيزك كيطيح مره في العام طاطا ولا جوج مره في العام هنا كيطيحوا عشرات في العالم، عشرات اللي كيطيحوا. نعم. اذا ماشي الناس اللي غتقلب عليه كما قلت لكم خصك تقلب عليه في الصحراء، يعني رحتو لك في اكادير هنا ما غتلقاش، لوحو لك غير هنا في شي رون بوين ما غتلقاش صافي ما بقاش غتلقاه.
صحيح الصحراء عندها داك الكونتراست دو كولور نيزك نعم. نيزك تكون كحل وهي كتكون مفتوحه اللون كتلقاها فاسيلمون لان قلت لكم في اللون كيلقاوه في الانتاركتيك. اذا الناس كيقلبوا عليه في الصحراء الناس تعلموا ليه وكيدخلوا به شويه الفلوس اذا تيقلبوا عليهم قابلينه كيقلبوا على اللي طاحوا وحاضرين دوك اللي غيطيحوا كما قلت لكم فاسميتو. اما هما كيطيحوا بحال بحال راه هو دابا دارس فوق شيلين بينكس جرح وخطح في لوغال راه دارس فوق منها وشافوه زعزع الطوموبيلات وداك الشيء كيطيح بحال بحال. نعم نمشيو لسؤال اخر اللي هو هذا واضح ربما الجواب ديالو ماذا يحدث ان تصادم النيزكان ربما يعني غير باش نجاوبوا على هذا السؤال لان الشخص ربما اللي طرحوه يمكن يكون قصد كيسحاب له على ان النيزك هو داك ليليمون اللي كيكون في الفضاء يعني قبل ما يوصل الارض بحال اللي قلتي التصادم ديال جوج ديال الكويكبات فربما احنا نقدروا نبدلوا السؤال نقولوا ماذا يحدث اذا تصادموا عندنا جوج ديال الكويكبات هو شناها طبعا يعني كيعطيونا اشلاء صغيره وكيعطيونا واحده اشلاء تمام اذا يقدروا يدخلوا اذا على حسب الارض ديك الساعه فين كاينه اذا قريبه ليها غتشدوا من الجاذبيه وغيولي عندنا شهوب غير قضيه باش نستغلوا السؤال ديال هذا الاخ غير يفرق بين الشهوب والنيزك نعم راه كاين واحد السؤال مقبل كانت هو هذا نيت ما الفرق بين الشهاب او شنو الفرق بين الشهوب والنيازك شنو الفرق بيناتهم كاينين ثلاثه الحوايج كاين ميتيرويد بالعربيه ما عرفتهاش ميتيرويد هو باش باقي ديك الساعه النيزك باقي في ساتيلي باقي في الكويكب باقي في راه قلبت عليه ما راه ما عندوش اسم بالعربيه سميتو ميتيرويد ولا ميتيرويد فيه دي على فا كنت قلبت عليه ولكن ما لقيناش الاسم ديالو بالعربيه داكور فاش كيدخل الغلاف الجوي وكيحترق اي حاجه حديده طرف ديال العود انسان كيحترق كنسميوه شهب اوكي شهب نعم دونك تيكون شي قصديره ديال شي ساتيليت قديمه ولا شي حاجه كيشهب حنا حتى كنلقاو حجره فوق الارض عاده عندنا حق نقولوا نيزك اوكي ميتيوريت ميتيور هي سباس ايت يا روش حنا كنلغوت بيروكسينيت انفيبوليت كوناتيت كنسميو ايت هي الحجره دونك ما غنقولوا هذيك ميتيوريت حتى نلقاو حجره طيب الشهوب هي العافيه تقدر تكون حجر يقدر يكون حاجه اخرى الميتيوريت هو فاش نلقاو حجر فوق الارض نعم كاين واحد السؤال تا هو جميل جدا ما هي السماء اشنو هي السماء بالنسبه لك دكتور عبد الرحمن يعني انت بالنسبه لك اشنو هي السماء انت غتجاوب احسن مني انت واقيلا محمد ربما هذا سؤال فلسفي اكثر ياك فلسفي السماء هو نشيء السماء انا بالنسبه لي افيغيفي لان الكمال لله السماء هو لا شيء هو ما كاين والو وبعد مره كنلقاو نجوم كنلقاو لي جالاكسي كنلقاو جالاكسي كنا عارفين كل حاجه جالاكسي فيها نجوم ونجوم فيهم تماما كداير من سيستم سولير على الانجماد النووي اكثريه الناس يقولوا بان هذا هو الفضاء تماما فيه الفضاء راه ما فيش كونسنتراسيون بزاف فاش لقينا القى بان هابل لقى ديك الاكسبونسيون راه تجبد ولا اتساع بين المجرات وداك الشيء دونك كاين الماده السوداء وكاين سميتو الناس اكثريه هنا في الثقافه العربيه وسميتو هي السماء هي الزرقاء هاد الزرق هي السمراء ماشي زرقاء نعم هذاك غير لوزون تمام لان تمام كان بزاف ديال الزرق في البحر وتلقوا بزاف ديال الاكسجين والاكسجين طلع للفوق ودار ولا او 3 اكزاكتومون او 2 ولا او 3 واللون ديالو ازرق هو اللي عطانا هذاك الفضاء ازرق هكا داير بينا تمام غير غنخرجوا منه غادي نلقاو السواد نلقاو ما كاينش الضوء خصك تقرب لشي نجمه ولا تقرب لشي سميتو عادي نحك الضوء اذا والو فضاء خاوي بالنسبه لي انا والله اعلم الله اعلم نعم شكرا جزيلا لك استاذ غادي نشوفوا اخر سؤال قبل ما نختموا ان شاء الله شنو كنستافدوا من دراسه النيازك يعني كان السؤال الاول ديال شنو كيستافد المغرب لكن حنا كبشر يعني حنا كبشر طيب احنا خدينا واحد المجموعه كبيره ديال النيازك ودرسناهم وعرفنا العمر ديالهم وعرفنا المكونات ديالهم طيب شنو غادي نستافدوا حنايا هذا الامر فاش غادي ينفعنا حنا كبشر ولا كناس اللي كيديروا البحث العلمي هو اللي ماشي هو الكلاسيفيكاسيون ديالهم ولا الاسم هو اللي مهم هو المهم هو التاريخ ديالهم هادشي اللي قلت لك انا المتحف مهم جدا
متحف صحيح فاش كنحطوا النيزك هاو النيزك راك شتيو محمد امين اكثريه كحل عادي وكيتشابوا كلهم كيتشابوا وهذه مكتوبه فيها نيزك توفاسور هذه مكتوبه فيها نيزك هذه حقونيه هذه واكثريه كلهم كحلين ولا لون شوكولاتي ده قدامه هو الحموله اللي عندهم الحموله فاش كيجيك ناخذ نيزك ديال المريخ وكيجيك بديك الحموله اللي فيه راه بحال مشيتي للمريخ وخديتي واحد لي شونتيون تمام يعني كيجيب معاه اون هيستوار كيجي معاه واحد الحكايه اللي حنا كنجيك نعم. ديال المريخ غادي نعرفوا الماء واش كان فيه والغازات واش حاجه سامه حنا غادي نوصفوا الانسان يقدر يكون تما شي غاز ما تيقدرش تحملو الانسان نهائيا تماما ولا شي حاجه دونك عندنا لي زانكليزيون في الويد عندنا لي زانكليزيون سوليد لداخل فيه عندنا كيعطيونا كاع الماء واش كان فيه واش باقي فيه مع العلوم باش صعيبه كتكمل بعضياتها شي تيخدم بالتصاور شي تيخدم بالضوء شي تيخدم بالنيزك وتنكملوا بعضياتها وكنعطيو واحد القصه ولا كما قلتي تاريخ ديال هذاك اذا النيزك هذيك الحموله اللي كيجي معاه ودوك لي زانفورماسيون هما المهمين جدا القمر كنا كنشعروا عليه كنا القمر في الاول فاش واحد الوقت كان غير شعر اللي بغى يدير القمر خصو يشعر عليه دابا لا ولا عندنا في المتحف عندنا طرف ديال القمر كنعطيك تشدو تشوفو هذا راه البازالت راه فيه الفيلد سبات فيه هذه فيه هذه فيه هذه اذا هذا تقدم الانسانيه صحيح بزاف وعاده فاش كيجيك من ميركور وتصور معايا اذا جانا شي نيزك فيه شي فوسيل فيه شي مستحد شي حيوان شي حاجه قديم مستحد فيه ولا جانا شي نيزك من شي مجموعه شمسيه اخرى ولا شي حاجه دونك يعطيك معلومات اخرى يعطيك حوايج اخرين ولا اذا مهم جدا نيزك مهم جدا ونتمنى على الله نلقاهم يكونوا صغار يكونوا اوبجيكت فاسيناسيون با دو تاكيتي صحيح فكيتابعونا كذلك مجموعه ديال الاصدقاء مجموعه ديال المحاضرين اللي كانوا معنا في الحلقه الماضيه حسن طالبي راه خرج في محاضره وكيبلغ لك حتى عنده الميكرو تقدر تعطيه الميكرو هو لا بطبيعه الحال هو ممكن نقدروا نضيفوه معنا يعني يتكلم نشوف واش كاين هنايا غادي نخلي ليه ميساج ونشوف اذا كان موجود يعني نقدروا نضيفوه معنا ويعطي هو كذلك مداخله لما لا محمد طالبي طبعا من زعما من الناس طبعا هو كاين غادي يلتحق بنا بعد قليل الاستاذ حسن الطالبي واش محمد امين 2h47 وي اينور دابا ساعه و47 دقيقه اللي درنا حتى مخرج عندي 2h47 انا لاي وقيله وي حيت الكونتور ديال فيسبوك مختلف على الكونتور ديالنا هي هذيك اون جينيرالمون تقريبا 2h ففي انتظار ان الاستاذ حسن الطالبي يلتحق بينا طبعا اذا كان متفرغ ونشوفه اذا كندوي معاه فيسبوك كندوي معاه نتلاقى معاه ان شاء الله غادي نعرضوا عليه ان شاء الله الاكادير وتكون معنا نتا محمد امين ان شاء الله نديروا في تحيد عندنا الجائحه نديروا ان شاء الله كليه العلوم كليه الطب نديروا واحد المحاضره كاملين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله استاذي الحبيب طبعا استاذ حسن الطالبي يعني كيلتحق بنا الان لايف مرحبا بالاستاذ حسن الطالبي نهار كبير هذا شرفتينا الله يبارك فيكم سي حسن كي داير لاباس عليك فرصة سعيدة دكتور إيميف وفرصة سعيدة سي زهري شكرا أستاذي الكريم تبارك الله عليك سي حسن تبارك الله عليك وإياك بارك الله فيك دكتور الله يحفظك والله خويا ما قصرتش تبارك الله عليك زعما فريمون كنحييك وكنشد على يديك زعما تبارك الله داكشي اللي كتعرف كتقولوا للشباب وداكشي الله اللي غيجازيك يا ربي بارك الله فيك الله يبارك فيك دكتور الله يحفظك بارك الله فيك وإياك كلنا الحمد لله كنخدموا في نفس الاتجاه وفي نفس الهدف الله يقوي نجمع إن شاء الله اللهم امين شكرا جزيلا استاذ تجميل شكرا جزيلا فاستاذ حسن يعني الى عندك سؤال يتعلق بالموضوع او اضافه معينه او شيء اللي نقدروا يعني نشاركوه جميعا تفضل لك الكلمه طبعا ماذا يمكنني ان اقول وراء الدكتور ايبي الا كان عندي شي سؤال هو انه نقول له فوقاش تكون عنده شي خرجه للصحراء باش نخرج انا وياه نقلبوا على الامنيه ديالي انني نخرج نقلب على النيازك واش قول لي واش ان شاء الله تبغي تمشي لايميلشيل علاش لا كاين واحد شي نصاره باغي يمشي لايميلشيل ان شاء الله باذن الله
بغينا نمشي نشوفوا شي حاجه نتاكدوا من واحد الحاجه ان شاء الله باذن الله غادي نعطيك نسالك لك ميساج اذا كمل الله نكمل لك ميساج ونمشي. واذا كان شعلان انا بغيت تمشي معايا للصحراء بغيت تمشي معايا انا اللي بغيت تمشي معايا هي المحامي الغزلان طبعا ان شاء الله ان شاء الله واذا كان تبع محمد امين ان شاء الله بكل فرح بكل فرح تكون فرصه جميله جدا اجي نناقشوا مزيان ان شاء الله نباتوا في الصحراء طبعا نباتوا في الليل في الصحراء طبعا اكيد احسن مكان احسن مكان اذا شكرا ان شاء الله اللهم يسر الله يقوينا جميعا ان شاء الله امين امين امين. اذا شكرا جزيلا للدكتور عبد الرحمن ابهي على هذه المحاضره القيمه وشكرا على الصبر ديالك معنا على الاجابه على كل هذه الاسئله هذه فهذه مفخره لنا جميعا خاصه من خلال المعلومات اللي شاركتيهم معنا خلال المحاضره. شكرا جزيلا للدكتور الطالبي الحسن على المداخله اللطيفه ديالك وان شاء الله سنجتمع بعد نهايه هذه الازمه ديال كورونا. شكرا جزيلا لكل الاصدقاء اللي تابعوا معنا هذا اللايف. شكرا جزيلا على التعاليق ديالكم راه قريناها كاملين. شكرا جزيلا على التفاعل ديالكم مع المحاور ديال المحاضره. موعدنا ان شاء الله غدا مع محاضره حول المحركات ديال الصواريخ السلميه اللي غادي يلقيها لنا مهندس الصواريخ السعودي سيف الدين عطيه. الى ذلك الموعد استودعكم الله والسلام عليكم. شكرا.